يا صباح الهنا وصباح الرزق والسعادة على حضراتكم جميعا وكل اللي بيتابعنا دلوقتي في 10 الصبح في الأهلي. حلقة جديدة ومنتصف الأسبوع، ونهاردة هنبدأ أخبارنا بكلام حلو جدا وأعتقد أسعد كل الأهلوية بالأمس. بس خليني في البداية أرحب بحضراتكم أنا وكريم. صباح الهنا. صباح العسل، صباح الفل عليكي، صباح الفل على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. بداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي بالفعل هتكون مليانة بكتير من الموضوعات اللي تهم حضراتكم، برضو في بعض المستجدات نحب إن احنا نعرفها لحضراتكم في سياق حلقتنا النهاردة. وكالعادة في الساعة الثانية بيكون دايما عندنا فقرتين حواريتين. الفقرة الأولى هينورنا من خلالها اثنين من أبطال العالم في سلاح الشيش، اثنين من أولاد يعني من أبناء مصر الأوفياء اللي شرفونا قبل كده في كتير من المحافل الدولية، ومنهم كمان المتأهل لباريس 2024 إن شاء الله الدورة الأولمبية القادمة. أكيد بنتمنى لهم كل النجاح والتوفيق وهينورونا في الفقرة الأولى. الفقرة الثانية اللي هينورنا فيها بقى هو الأستاذ محسن لملوم الناقد الرياضي، وهنا بقى الفقرة اللي هنفتح فيها كل الملفات الكروية، فخليكم معانا. خليني بقى أبدأ وأقول أنا وكريم النهاردة مبروك للفريق الأول لسيدات الكرة الطايرة بالنادي الأهلي. امبارح أسعدونا بقيادة المدير الفني إبراهيم فخر الدين الفوز بلقب هنا كاس السوبر المصري بعد فوزهم على الزمالك بنتيجة 3-2. لقاء كان قوي جدا، لقاء فيه تنافسية شديدة جدا. امبارح كان على صالة اتحاد الشرطة الرياضي، كان فيه ندية وإثارة كبيرة فعلا بين الفريقين لكل الناس اللي تابعت. لكن كالعادة الحمد لله طبعا بالمجهود وبالشغل وبالكواليس الكتيرة وبالخطة الموضوعة السليمة حسمها النادي الأهلي. يمكن إحنا لو تابعنا شوية تفاصيل المباراة إحنا تأخرنا في الشوط الأول، كانت النتيجة 25-22 للزمالك، بعد كده تداركنا النتيجة وفزنا بالشوطين الثاني والثالث، كانت نتيجة 25-22. لكن قدرنا الحمد لله إن إحنا يعني إحنا خسرنا برضو الشوط الرابع، لكن قدرنا بعد كده إن إحنا الشوط الخامس نفوز ونحسم بقى هذه المباراة لصالحنا الحمد لله. يعني زي ما بتقول كده رجع الحظ تاني للنادي الأهلي وانتهى بنتيجة كانت توتل بقى 15-10، وبكده احتفظ النادي الأهلي بلقب البطولة للسنة الثانية على التوالي. السنة اللي فاتت لو حضراتكم فاكرين احنا فزنا بيها على حساب نادي الصيد، كانت برضو مباراة قوية جدا. مبروك لسيدات النادي الأهلي، وأكيد ده فوز خلينا نقول بيتم إهدائه، وامبارح تم إهدائه بالفعل لروح سيادة الوزير الراحل عمري فاروق اللي كان دايما داعم ليهم. ليه صور كتيرة قوي يا كريم، يعني تحس قد إيه كان بيحبوه، كان نوم ولاده ده حقيقي، وهم كمان مرتبطين بيه كان بشكل كبير جدا، كان دايما متواجد مع الفريق بشكل دائم ربنا يرحمه يعني. بس هنرجع تاني ونقول فوز اسعدنا كلنا كاهلاويه بجد، وكمان جمال المباراه والتفاصيل واللاعيبه الجديده تاتيانا بوكان اللي جات لنا كصفقه اخيره برده كان ليها روح. امبارح الناس كلها علقت على الاداء بتاعها يا كريم، قال لك دي كانها واحده من يعني كانها واحده من بنات النادي الاهلي، بقى لها مثلا من ساعه ما كانت ناشئين في النادي الاهلي. لا هي جايه لنا من مونتينيجرو صفقه جديدة، والكلام ده كان يا كريم شهر 9 اللي فات يعني كام شهر، لكن لو تشوفها امبارح كأنها واحدة فعلا من بنات النادي الأهلي. الروح اللي موجودة تشجيعها وحماسها وإزاي كانت بتتعامل مع الجماهير، لا لا امبارح كان مشهد بجد رائع جدا. ناس كتير فعلا علقوا عليها امبارح وعلى مشاركتها وعلى إمكانياتها كمان ومهاراتها. يعني بنتكلم على لاعبه يعني نواد بتقول من شهر 9، يعني ما كملتش 5-6 شهور ودخلت على طول في الفورمه بتاعه النادي الاهلي وتلبستها روح النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي، وطبعا دي حاجه عظيمه جدا اكيد هنستفيد منها كتير الفتره اللي جايه. تحيه لكل اللاعبات الحقيقه اللي عملوا امبارح مباراه قويه جدا 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 في منتهى النديه، كان شوط رايح هنا وشوط جاي من هنا، واضطرينا في نهايه المطاف طبعا ان احنا نلجا الى شوط اضافي، والحمد لله لاعبات النادي الاهلي هم اللي حققوا من خلاله الفوز في النهايه. بالمناسبه كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي طبعا قدم التهنئه لكل لاعبات الفريق الاول لكره الطايره سيدات والجهاز الفني والاداري وايضا الطبي بمناسبه الفوز ببطوله كاس السوبر المصري للمره الثانيه على التوالي. اشاد كابتن محمود الخطيب بالاداء المتميز لكل لاعبات الفريق وروحهم العاليه واصرارهم الكبير الواضح والملموس على الفوز واحراز كاس البطوله لاسعاد الجماهير، واشار الى ان الفوز ده اكيد هيحمل كل العناصر مسؤوليه كبيره جدا في كل ما هو قادم، وفكره الاستمرار في مضاعفه الجهد لحصد البطولات المحليه والقاريه. اكد كمان كابتن محمود الخطيب على ثقته الكبيره في منظومه الفريق والاستعداد الجيد للبطوله الافريقيه القادمه، كمان هن جماهير النادي الاهلي اللي طبعا تستحق دايما الاشاده والتهنئه اللي بتمثل دائما القاسم المشترك في كل البطولات وكافه الانتصارات اللي بيحققها النادي الاهلي. وهنا بنتكلم على مستوى كل الرياضات، الحقيقه دايما جمهور النادي الاهلي واقف خلف ناديه وخلف كل فرقه الرياضيه في كل المناسبات والفعاليات الرياضيه المختلفه. تعالوا بقى
يعني ومن خلال التليفون نهني الكابتن محمود الوزير المدرب العام لفريق الطايره في سيدات النادي الاهلي. كابتن صباح الفل على حضرتك ومليون مبروك واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الخير كابتن كريم، صباح الخير نهاوند، صباح الانتصار، صباح الاهلي. صباح الفل على حضرتك فندم. طبعا فوز مهم جدا واكيد ليه يعني اهميه كبيره في بدايه الموسم، واكيد برضه هيبقى له انعكاساته على روح الفريق الفتره اللي جايه ان شاء الله، فرؤيتك لانعكاسات هذا الفوز هتتمثل في صوره ايه الفتره الجايه ان شاء الله؟ اولا ممكن نتكلم قبل الفوز لان في مهم اخر لقطه للنادي الاهلي ونادي الزمالك. السنه اللي فاتت كان فوز نادي الزمالك، فاللقطه دي حاجز نفسي عند الاولاد ان اخر حاجه ليهم كانت خساره واخر حاجه للزمالك فوز. انت عشان تخرج من الموضوع دوت وتدخل في الماتش النهارده اللي هو بتاع امبارح يعني اللي احنا لعبناه، كان محتاج معالجه نفسيه اكتر منها معالجه بدنيه ومعالجه مهاريه والكلام ده كله. احنا قدرنا نعلي مستوى الفرقه فنيا وده اللي قدرنا نعمله، ولكن الحاجز النفسي ده كان لازم يحصل في الماتش بتاع امبارح ده ان احنا نكسب الزمالك، فبالتالي نرجع نفس الثقة الطاقة للاعبات انها قادرة على الفوز مش لأ، ودي كانت البداية. وعشان ده أول ماتش في الموسم وماتش يعني يعتبر في نص الدوري ونص الكاس، يعني برضو مش الفرقة ما تبقاش لسه جاهزة قوي للماتشات النهائية، فده ماتش في النص الوضع مختلف، تجهيزه مهاريا وبدنيا محتاج شغل كتير لأن لازم أنا أغير في الأحمال بتاعتي عشان ألعب الماتش دوت. فكان برضو ده نوع من انواع التوتر اللي موجود عند اللاعبات ان في تغيير كتير بيحصل، وده مش بسببنا، سبب ان الماتش في وقت محتاج فيه ان انت تحقق الحاجتين، ان انت ترفع روح المعنويه للفرقه، نمره اتنين ترفعهم بدنيا ومهاريا. هايل. طيب يا كابتن محمود، يعني امبارح اللي تابع المباراه كل اللاعبات حقيقي تألقوا، بس كان في حاله خاصه زي ما كنت بتكلم عن تاتيانا اللي هي المحترفه الجديده، يعني شفت ده ازاي؟ وفكره برضو ان هي دخلت على طول والروح على طول بتاعت النادي الاهلي، تحس ان هي بنت النادي الاهلي فعلا. برضو خلينا نعرف من حضرتك، وفكره هنا بصراحه لازم نقول اختيارنا الموفق للصفقات بتاعتنا، اتفضل يا كابتن. والله الحمد لله، يعني احنا وجود تانية معانا من فترة، فبالتالي دخلت مع الفرقة، يعني هي بدأ معانا من شهر 8 على ما أظن أو 9، بدأ معانا من فترة طويلة، دخلت جوه اللعيبة، بقت صاحبتهم، بيخرجوا مع بعض، بيقعدوا مع بعض كأنهم نفس الفرقة، فدي الميزة الموجودة اللي فيها. هي في السوشيال بصراحة عالية جدا، بتعرف ازاي برضو تتأقلم مع المكان اللي هي موجودة فيه، محترفة كبيرة فاهمة، خبرات كبيرة، سافرت كتير، لعبت برة كتير، فبالتالي عارفة انها اهم حاجة الوحدة مع الفرقة دي مهمة جدا بالنسبة لها، بالتالي دي ساعدت ان البنات حتى هي تبقى قريبة منهم وهم قريبين منها، بترفع من روحهم المعنوية بصوتها في الملعب بكلامها معاهم، فدي ميزة موجودة فيها في اللعيبة دي. اختيارها طبعا كان بناء على تحليل ليها للسنوات اللي فاتت والماتشات بتاعتها واخر ماتشات ليها، والكابتن ابراهيم قرر ان احنا نجيبها على اساس ان هي ان شاء الله هتكون مفيده جدا في الفتره اللي جايه معانا ان شاء الله مع الاولاد، لخبراتها اللي بتدخلها للبنات الموجودين معاها، وفي نفس الوقت لمهارتها العاليه في اللعبه عندنا. صحيح. طيب بمناسبة الفترة اللي جاية والكلام على الفترة اللي جاية، الفترة اللي جاية إن شاء الله بتحمل إيه من المنافسات، وكيفية الاستعداد للمنافسات دي هتكون عاملة إزاي؟ الفترة الجاية إن شاء الله يعني إحنا عندنا الدوري والكاس ماشيين مع بعض، يعني بنلعب ماتشات دوري ماتشات كاس، عندنا في بطولة الأمم الأفريقية اللي في غانا في أكرا، فده هيوقف برضو المباريات لحد من يوم أظن 11 لحد يوم 23 أو 22/3 الفترة دي، عندنا جزء لأن أغلب المنتخب في 6 في المنتخب من بنات الأهلي، فطبعا أكيد هيروحوا الفرقة هيبقى نصها، بنحاول نظبط إحنا بقى المواضيع بين الاتنين دول عشان خاطر نقدر نوائم الدنيا كلها، عشان نقدر يعني أنت ما يبعد عنك اللعيبة مدة طويلة زي ديت وبعدين يرجعوا المسافة قصيرة عشان ألعب بداية الدوري أو دور الثمانية أو دور قبل نهائي الدوري دور قبل نهائي الكاس، فطبعا دي الحته اللي بنحاول ان احنا نعالجها يعني مع الكابتن طبعا ربيع فخر الدين، بنقدر نوائم المواضيع دي.
رائع جدا كابتن محمود، كل التوفيق. ولازم لما يكون عندنا اداء رائع بجد وشغل ومجهود بيبذل لازم نقول فعلا شكرا، وبالتوفيق للي جاي، وفعلا اسعدتونا بالامس. شكرا ليك جدا كابتن محمود الوزير، كلام محترم. تحسي كده ان احنا في كل رياضه النادي الاهلي لازم يبقى عنده سكوادين ثلاثه ليه؟ لان انت دايما صحيح القوام الاساسي والرئيسي لاي منتخب رياضي هتلاقي على الاقل بالميت تلتينه من النادي الاهلي، فتبقى عندك سكوادين بالميت. انا اللي بيعجبني كمان قوي كريم كمان الصفقات اللي هي في الرياضات الاخرى والالعاب الصالات تحديدا، لان أيوة هي صحيح. كلها موفقه يعني كالعاده يعني، بس فعلا بتحس بالاداء وبيندمجوا سريعا جدا مع الفريق، وده برده مش سهل على فكره. انت جايب حد او جايب صفقه من دوله تانية خالص، من اجواء تانية خالص، من دوري تاني خالص، فرق أيوة. تانية، ثقافه تانية، لكن بيجوا هنا ويتالقوا بسرعه جدا. وكمان كان ليها بصراحه تاتيانا امبارح كان ليها دور كبير في فوز الفريق، خلينا نبقى متكلمين برضو ونتكلم بصراحة. الناس كلها اشادت ان وجودها امبارح مش فكره صفقه جديده تالقت او كانت روحها حلوه مع الجماهير، لا هي كان ليها اداء وكان ليها بصمه كبيره امبارح في المباراه، وكانت برضو يقال ان هي كانت سبب من اسباب الفوز. ف شيء رائع جدا بصراحه، ونتمنى ان احنا نشوف المشاهد دي اكيد في كل يعني الرياضات كالعاده في النادي الاهلي. ننتقل بقى من الطايرة، خلينا عشان عندنا كلام كتير جدا الحقيقة عن الأهلي بقى في منافسات الدوري والعودة مرة تانية. عندنا مواجهة مهمة كنا بنتكلم مع حضراتكم بقالنا تقريبا يومين أمام بلدية المحلة، النهاردة هتكون الساعة 7 بالليل ومباراة مؤجلة من الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري. طيب امبارح إيه اللي حصل؟ كواليس برضو الختام والتدريبات، الفريق اختتم تدريباته وأكد مارسيل كولر زي ما دايما بيعمل وبيذاكر الفريق المنافس، وكمان من خلال المشاهدة لعدة الفيديوهات والمقاطع المختلفة فريق المباريات يعني هو قدر ان هو يتعرف على نقاط القوة والضعف. ده المهم ان انت تبقى جاهز، عارف المنافس بتاعك اخباره ايه، شايفه فين، بغض النظر عن الترتيب، بغض النظر عن المؤجلات، انت بغض النظر عن ان البعض بيشوف يا كريم المباراة دي تعتبر مباراة يعني سهلة او مواجهة قد تبدو سهلة، لكن في حقيقة الامر سهلة لو انت لعبت صح، لان كده كده الدوافع اكيد مختلفة لما بتيجي تلعب بلدية المحلة مع النادي الاهلي حالها حال اي فريق اخر، لكن برضو انت لازم تبقى عارف ان انت لو ما خلصتش المباراة في الدقايق الأولى بلدية المحلة على الصعيد الثاني هيلعب أكيد دفاعي بحت، وهيعتمد على الكرات المرتدة أو يعني هيعتمد على الهجمات المرتدة، فأنت خلص من البداية، اجبره إن هو يهاجم مش يدافع عشان نخلص يعني. في كده مباريات قراءتها سهلة صحيح. فان شاء الله نوفق وان شاء الله نقدر ان احنا نحصل على النقاط اللي احنا عايزينها. عندنا لسه مؤجلات كتيره جدا، انت بتتكلم ان انت حاليا في ترتيب الجدول المركز العاشر، عادي انت لعبت 6 مباريات فده مش امر يعني بشع او وحش، انت ان شاء الله هتعوض وترجع لمكانتك الطبيعيه، احنا مش قلقانين من الحته دي تماما، لكن تاني هرجع اقول مواجهه كانت تبدو سهله اذا اتلعبت صح بس. فبالتوفيق يعني. التاريخ اثبت بدل المره يجي 20 30 مره ان مفيش حاجه اسمها فريق منافس على قد الايد او في المتناول، لان احنا شفنا ده قبل كده. وعلى فكره انا مش بس بكلم حضراتكم على صعيد الفرق، حتى على صعيد المنتخب، يعني لما يكون في بعض التراخي بعض التهاون من منطلق ان المنافس يعني ايه مقدور عليه بشكل او باخر، ساعات بنتفاجئ بان لا مش مقدور عليه خالص، وانه بيسبب لنا حرج كمان في بعض الاحيان. وتاني ارجع اقول لحضراتكم ان انا مش بتكلم حتى على نادي بعينه، بتكلم في المطلق، فما بقاش في حاجه يتقال عليها ماتش سهل ومقدور عليه ومضمون، ما فيش حاجه مضمونه لمليون سبب مليون. انا بتفق معاك، والدوافع بتختلف يعني، دايما الدوافع برضو في اللعب بتختلف. لو هنتكلم على بلدية المحلة برضو شوية، وده اللي أكده كابتن أحمد عبد الرؤوف طبعا المدير الفني، هو اتكلم إن هم أو هو عايز يصالح، هو والفريق عايز يصالح الجماهير بتاعتهم برضو، لأن خلي بالك خسارتين في آخر المباريتين، وخسارة أمام سيراميكا صحيح ماتش كان 5-3، 5 جوال برضو 5 أهداف فيهم مش حلو أبدا يعني. فأكيد هم عندهم دوافع إن هم أمام النادي الأهلي أنا أحاول إن أنا ألعب لعب دفاعي على قد ما أقدر. هو حتى صرح كده قال لك أنا عايز أخرج بالنتيجة إيجابية، وانا اشعر ان ده معناه ان هو مش عايز يبقى هاي سكور للاهلي، وده برده مش او اضعف الايمان تعادل يعني على فكره بالنسبه لهم لو تعادلوا ده انجاز كبير جدا امام الاهلي، بس احنا على الصعيد الثاني لا نتمنى ابدا التعادل مع بلديه المحله او مع غيره يعني. فهي مباراه ان شاء الله تبقى ممتعه في الاول وفي الاخر، بس انت عايز تحصل على النقاط بتاعتك، واعتقد الموضوع مش صعب يا كريم، دي من المباريات مفروض اللي هي يعني ما فيهاش قلق بشكل كبير. ربنا يسهل الحال. تعالي بقى نروح لماتش الاهلي ويانج افريكانز، وعايزين نعرف حضراتكم ان اختار الاتحاد
الافريقي لكره القدم، طاقم تحكيم من دوله بنين لمواجهه الاهلي ويانج افريكانز التنزاني، طبعا اللي هتتلعب يوم الجمعه الجاي ان شاء الله ضمن منافسات الجوله السادسه والاخيره من دور المجموعات في بطوله دوري ابطال افريقيا. طبعا زي ما حضراتكم اكيد متابعين يعني خط سير البطوله، الفريقين حسموا تاهلهم للدور ربع النهائي من هذه البطوله بعد ما فاز يانج افريكانز طبعا التنزاني على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجه 4-0. نتيجه كانت تقيله جدا وكانت مفاجاه للكل الحقيقه، والكلام ده كان يوم السبت اللي فات ضمن منافسات الجوله الخامسه. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين النادي الاهلي هو متصدر حاليا هذه المجموعه اللي هي المجموعه الرابعه برصيد 9 نقاط، يليه مباشره يانج افريكانز برصيد 8 نقاط، ثم شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 5 نقاط. هننتقل لمنتخب مصر الاولمبي اللي بيشارك في بطوله اتحاد غرب اسيا، ده تحت 23 سنه، ودي اعتقد حاجه مهمه جدا كمان واستعداد قوي، ده ضمن 4 منتخبات من خارج هنا بتتكلم اسيا. البطوله دي هتقام في السعوديه اعتبارا من 20 مارس وهيشارك فيها 8 منتخبات، السعوديه والعراق والاردن والامارات من غرب اسيا، ومن خارج غرب اسيا هيشارك منتخب كوريا الجنوبيه، وده برده جيد جدا انك بتلعب برده يا كريم يعني منتخبات مختلفه، الكوره فيها مختلفه، كل حاجه فيها مختلفه، تايلاند أستراليا ومصر طبعا. فدول هيجوا كضيوف او هيحلوا كضيوف، وتلبيه طبعا لدعوه الاتحاد ليهم للمشاركه في النسخه دي لافساح المجال امام المنتخبات، برضو خلينا نقول خد يعني مباريات مع منافسين من خارج بقى المنطقه بفرض برضو قول التنوع اكتساب المزيد من الخبرات، بس اعتقد ان هو امر جيد جدا. بالنسبه بقى لمنتخب مصر الاولمبي خلينا نقول لحضراتكم بيستعد كمان لخوض منافسات هنا كره القدم في دوره الالعاب الاولمبيه طبعا 2024، ودي اعتقد كلها امور جيده ان انا بعد هذا المنتخب ان هو يروح على يعني اكبر قدر من الاستعداد، انا عايز ان انا اروح، وفكره بقى ان احنا المنتخب بتاعنا يروح ويخرج على طول لا، يعني يمثل تمثيل مشرف برضو لا، ده مش مقبول، لان دايما يقول لك الامل في الاجيال الجديده، وان كان عندنا بعض التعثرات في المنتخب الاول فنتمنى المنتخب الاولمبي يكون بيقدم اداء مختلف. الموضوع مش صعب، الموضوع على فكرة يعني ممكن جدا، جايز جدا، بس وأعتقد هم ماشيين بخطوات جيدة حتى هذه اللحظة، استعداداتهم يمكن أفضل كمان كانت من المنتخب الأول، فبإذن الله كل التوفيق ليهم. أنا متفائلة بصراحة بالمنتخب الأولمبي. يا رب خير فعلا. يا رب خير، ما هو ده اللي يعني اللي هيتألق منهم اكيد هيتالق لاحقا في المنتخب الاول، يعني يهم كل واحد لابس تيشيرت المنتخب الاولمبي ان هو مش مجرد يثبت نفسه وياكد على امكانياته، لا ده هيحاول بقدر ما ربنا يقدره انه يرسخ رجليه حتى في اعين حتى المتابعين عشان يضمن لنفسه مكان بقى في الصفوف طبعا الفريق الاول او المنتخب الاول في مرحله لاحقه. اكيد بنتمنى لهم على الصاعدين كل التوفيق وكل النجاح ان شاء الله. تعالوا بقى نروح شويه لكرم جابر اللي كان حديث المدينه في وقت من فتره مش من بعيده يعني، وكان في كلام كتير على فكره انه قادم من بعيد وبعد غياب طويل عن المنافسات في هذه الرياضه طبعا هي المصارعه الرومانيه، عوده من جديد، وكان في اعلانات ان هو هيشارك بالفعل في طبعا منافسات الدوره الاولمبيه القادمه مرورا ببطوله سابقه المفروض ان هو كان هيشارك فيها. اللي حصل ايه بقى يا حضرات؟ اللي حصل ان كرم جابر يعني طبعا بطلنا الاولمبي في المصارعه الرومانيه اعلن اعتزال هذه اللعبه بشكل نهائي بعد ما اتعرض لاصابه خلال الفتره اللي فاتت منعته من المشاركه في التصفيات الافريقيه المؤهله لاولمبياد باريس. كرم جابر من ابطال مصر في الاولمبياد وطبعا صاحب تاريخ كبير وحقق ميداليه ذهبيه قبل كده في اولمبياد اتينا في 2004 وفضيه اولمبياد لندن 2012، وكمان حقق الميداليه الفضيه مرتين في بطوله العالم للمصارعه الرومانيه، الكلام ده كان سنه 2002 وكمان سنه 2003. امبارح كرم جابر كتب على حساب الشخصي في موقع الفيسبوك بيان أعلم من خلاله الاعتذار عن المشاركة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس، وبالتالي اعتزال اللعبة بالكامل والانضمام لتدريب منتخبات مصر. أكيد بنتمنى له كل التوفيق في كل خطواته اللي جاية، احنا بنتكلم على بطل مصري استثنائي بالمعنى الحرفي. شوف بقى أنا من الناس اللي زعلت جدا على هذا الخبر، ليه؟ لأسباب كتيرة. أولا كرم من اللعيبة فعلا الاستثنائية اللي تقدر تقول عليها فعلا لن يقرر بسهولة، كل الناس بتقرر بس لن يقرر بسهولة، مش سهل ان انت تلاقي حد في الإصرار بتاعه. لما سمعنا فعلا يا كريم واحنا اتكلمنا ده هنا في 10 الصبح كنا سمعنا ان هو هيعود مرة تانية وبيأمل ان هو كمان يشارك في أولمبياد باريس، وقلنا ده هيكون شيء أسطوري والأول مرة هتتم، يعني مش هنقول كبر سنه بس هو مش صغير وبقاله فترة طويلة كمان كان منقطع عن هذه الرياضة، لكن عودته مرة تانية ومشاركته في بعض البطولات كمان اللي كانت مؤهلة كان أمر رائع جدا.
بتبدأ أمل لشباب كتيرة صحيح. جدا مفيش حاجة اسمها مستحيل صحيح. يعني طول ما أنت عندك هدف وبتسعى ليه هتوصل، ليه لأ؟ في بقى أقدار بتبقى يعني يمكن مكتوبة ملناش يد فيها، فزي الإصابة اللي حصلت له. أنا أعتقد يا كريم لولا الإصابة دي كان كرم جابر عادي جدا، كان ممكن يكون عنده الفرصة أنه يتأهل ويكمل حتى مشواره، مش يعتزل، وكان ممكن يعمل شغل كمان في البطولة نفسها لو كان وصل لها طبعا بالفعل. طبعا للأسف الشديد دي حاجة تبقى خارج عن إرادة بقى الشخص طبعا. لكن لن ينسى كرم جابر، لن ينسى، بطل كبير. وإحنا أصلا في السنوات الماضية في بداية الألفينيات إحنا ما كناش بنسمع عن ابطال مصريين اصلا، فنادرا يعني نادرا واحنا صغيرين والالفينيات وبدايتها كنا ما بنسمعش غير كل فين وفين لما يطلع بطل مصري كده يشرفك في محفل دولي كبير. فطبعا يعني اعتقد برضو المسيره لن تنتهي، نتمنى ان هو يكون ليه يد وبصمه برضو في هذه الرياضه، سواء على بقى هنا صعيد التحكيم او التدريب او الاداره، كل ده اعتقد هيبقى مهم جدا كمان. هو كده كده هيبقى له دور ان شاء الله في التدريب الفتره اللي جايه، ولازم مهم. لازم نستفيد من خبراته. احنا بنتكلم على لاعب عالمي بالمعنى على حرف الكلمة، احنا بنتكلم على لاعب مصري بدون مبالغة نال إشادة من كل دول العالم من خلال مشاركاته السابقة في كل البطولات اللي شارك فيها. كرم جابر ليه ستايل شديد الخصوصية، حتى هو ليه كاريزما كمان شديدة الخصوصية. كنا نتمنى فعلا ان الرحلة ما تنتهيش يعني عند النقطة دي، لكن انت عارف انا اعرف ناس اصدقاء ليا يعرفوه على المستوى الشخصي، شوف هو عامل ازاي. هو بقى على الصعيد التاني حنين جدا وبيحب الأطفال جدا، وعارف اللي هو شكل تاني خالص، يعني فعلا زي ما بيتقال ما يغركش المنظر. صحيح. فلا من الناس، ومعظم على فكرة الناس الضخمة دي أو القوية قوي بتبقى حنينة من جواها جدا. فعلى كل حال نتمنى لي طبعا كل التوفيق في خطواته القادمة. ننتقل مع حضراتكم بقى لمنتخب مصر هنا للووشو كونغ فو اللي فاز بالمركز الأول ولقب كمان كاس البطولة العربية اللي أقيمت كانت في تونس في منافسة فسات الأساليب لحصد المنتخب كمان، وحصد المنتخب المصري وشرفنا حقيقي بجد، وده خبر حلو. المركز الأول برصيد 26 ميدالية ذهبية. أنا فاكرة أن أنت يا كريم كنت بتقولي عايزين ميداليات كتيرة، فأنت عندك 26 ميدالية يعني، وميداليتين فضيتين في منافسات هنا. الساندا فاز ب10 ميداليات كمان ذهبية وأربعة فضية، فبعثة يعني مشرفة جدا، ضمت 23 لاعب ولاعبة. والجميل كمان أن أنت هنا بتتكلم أن البطولة دي شهدت تواجد كمان قوي للتحكيم المصري واللحظة بإشادات كبيرة جدا، وده برضو مش العادي بتاعك. فأنت كل لما تيجي تشوف فيه تطوير في ملف ما ده بيسعدنا جدا، لأن كمان التحكيم مش بس في كرة القدم، تحكيم في كل الرياضات ربما كان فيه بعض العوار بعض النواقص الموجودة عندنا، بس دلوقتي فيه تطوير كبير جدا. فلازم ان احنا نؤمن بده، ولازم ان احنا كمان نبقى سعداء ان احنا عندنا دلوقتي تحكيم قوي، وتحكيم كمان مش احنا اللي بنقول عليه كده، لا بيتم الإشادة بيه في مناطق مختلفة قاريا كمان. فلا انا مبسوطة جدا، ده خبر من الأخبار فعلا الحلوة معانا النهارده. احنا الحلقة النهارده مليانة أخبار حلوة بسم الله ما شاء الله يعني. وعلى فكرة مفيش أي مساحة للتشكيك في الإنجازات اللي بتتحقق، لأن احنا تقريبا كل يوم نكاد نكون كل يوم من خلال 10 الصبح في الأهلي بنهني فريق مصري شكل في رياضة مصرية ما على إنجاز كبير اتحقق، سواء على المستوى المحلي أو القاري أو حتى الدولي. بالمناسبة الدكتور أشرف صبحي طبعا وزير الشباب والرياضة هنى المنتخب المصري للشباب للكاراتيه على فوزه بلقب الدوري العالمي للشباب اللي أقيم مؤخرا في دولة الإمارات العربية الشقيقة. منتخبنا تصدر الترتيب العام للبطولة دي ب51 ميدالية، 16 ذهب 15 فضة 20 برونز. امبارح كنا بنتكلم مع حضراتكم عنهم وعن تألقهم وعن الإنجازات الكبيرة اللي هم بيحققوها، وكلمة حق لازم تتقال هنا، يعني الاتحاد المصري للكاراتيه عامل شغل أكتر من ممتاز نتيجة جهد محترم تم بذله، وبالتالي النتيجة اللي احنا بنتكلم عنها دي هي نتيجة طبيعية ومنطقية جدا. هذا اللقب يعد إنجاز تاريخي يضاف إلى سجل الإنجازات الرياضية المصرية، مليون مبروك عليهم. طول ما أنت عندك اتحاد وعندك ناس مسؤولة بتعمل خطط صحيحة وسليمة ودراسات وماشية كده على منهج معين، أنت أكيد هتوصل لنتيجة رائعة. لكن الشغل العشوائي اللي ما زال موجود في بعض الاتحادات بس تم تقليصه بشكل كبير جدا مش هيوصلك لحاجة. فاحنا سعداء ان في فعلا شغل بيتم على الارض، وابتدينا نتخلص من بعض المشاكل اللي كانت كبيره جدا وكانت ماساويه جدا، واللي بيتاثر بيها قبل اي حد هو البطل الرياضي بتاعك نفسه او البطله.
وده بينعكس طبعا على انجازاتك بعد كده ورصيد مصر من الجوائز والبطولات والرانكينجز الدوليه. فشغل محترم، انا سعيده جدا بالاهتمام ده اللي بيحصل فعلا. ابتدى الفكر يختلف شويه، عارف المنتاليتي بتاعت زمان اللي هي البيروقراطيه الغريبه دي ابتدينا نتخلص منها، الشغل بالورقه والقلم ده اللي هو ابتدينا نتخلص منه، بقى في فكر، بقى في دلوقتي اطلاع على العالم وصل لفين، تكنولوجيا دخلت، فكر الشباب، فكره ان انا كمان يا كريم بقيت استعين بالشباب مع الخبرات موجودة في طبعا الناس اللي هي لها خبرة كبيرة، فالميكس ده بيعمل نتاج في الآخر أو نتيجة في الآخر إيجابية، وده اللي بيعتمد عليه كتير من الاتحادات. ده كلام مش أنا اللي بقوله، ده رؤساء الاتحادات اللي بيجوا لنا ضيوفنا بينورونا، هم اللي بيتكلموا بهذا الشكل. وإنجازاتهم كمان بتقول كده حقيقة يعني. بالظبط. هنروح لمنتخب مصر وللجودو، خليني اقول لحضراتكم كمان هيشارك في منافسات بطوله الجراند سلام اللي هتقام خلال الفتره من 1 ل 3 مارس، ايام قليله جدا بتفصلنا، ده في اوزباكستان بمشاركه 516 لاعب من 71 دوله. طبعا يعني برضو هتبقى بطوله قويه جدا. من مصر هيشارك يسري سامي في وزن 60 كيلو، ومحمد عبد الموجود في وزن 66، وعبد الرحمن عبد الغني في وزن 81. اعتقد ان هي هتكون بطوله مهمه جدا، لان هي احدى البطولات بقى مؤهله لاولمبياد باريس 2024. نتمنى لكل من هو مصري وبيمثلنا في هذه الاولمبياد كل التوفيق، ونتمنى اكيد في باريس يكون رصيد مصر من بقى الميداليات حاجه تانية خالص. يا مسهل بجد، لان احنا من بقك لباب السماء. ليه بقى؟ لان انت بص، واحد زائد واحد يساوي اتنين. انت دلوقتي اشتغلت بشغل اكثر احترافيه وعملت جهد مبذول بشكل اكبر عن طوكيو، وابتدي حتى وقت الكوفيد وقلنا الكلام ده واثر والناس كانت مضغوطه، بس ده على العالم كله. بس انت كان عندك فرصه كبيره جدا تتطور في امور كتيره، وميزانيات بقت افضل بكتير. وبالمناسبه انا امبارح عماله بتابع في كتير من ابطالنا على المستوى الانديفيديوال اللي هو الفردي في الرياضات الفرديه، مش هينفع بس اقول الرعاه لان انا عارفاهم، بس هم رعاه مصريين محترمين جدا وشركات كبيره، ابتدت ترعى دلوقتي ابطالنا منفردين. فده عشان اولمبياد باريس، ومنهم لسه امبارح كانت سمر حمزه طبعا بطلتنا المصريه، كانت بتمضي مع سبونسر كبير جدا. فكل التوفيق، وده المطلوب وده الوقت السليم ان انت تعمل كده، ويا ريت كان قبل كده كمان يعني. بس حلو جدا ان انت ابتديت تلاقي اهتمام وسبونسر شيب كبير. يتقال لهم حمد لله على سلامه السبونسر، انتوا فين من زمان؟ دي حقيقة. طيب خلونا قبل ما نطلع الفاصل ده ناخد فكره كده عن درجات الحراره وصلت لكام النهارده في كل المحافظات المصريه، بعدها فاصل ولا نعود. مرحبا بحضراتكم مره ثانيه، انا وكريم، ودلوقتي جه ميعاد اخبار النادي الاهلي وفرقنا طبعا المختلفه. ما هيكون معانا سالا حامد من مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالا صباح الهنا عليكي، اكيد انا وكريم بنرحب بيكي، وانت كنت كمان موجوده امبارح في يعني المباراه للنادي الاهلي الطايره الاهلي والزمالك، وعايزين نعرف طبعا الكواليس بقى غير النتيجه وكل الكلام ده، بس الكواليس اكيد انت شفتيها كنت مطلعه اكتر، حابين نسمع منك، اتفضلي يا سالا. يا صباح الفل ويا صباح النصر عليكي طبعا يا نهواند، وعليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده طبعا من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلتي زميلتي طبعا نهواند حنبدا داخل لمقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نقول لكم كل الامور وطبعا الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. وطبعا ببارك لك يا نهواند وبارك لكريم ولكل جماهير النادي الاهلي، فوز طبعا زي ما انت قلتي فتيات الذهب للكره الطايره ببطوله السوبر المصري لثاني مره على التوالي، والاول طبعا مره او اول بطولة ليهم الموسم ده الموسم الحالي. يمكن طبعا لسه مستمرين في مبارياتهم في بطولة الدوري وبطولة الكاس، ودي أول بطولة يحققوها الموسم ده. فطبعا ببارك لك وبارك لكريم ولكل جماهير النادي الأهلي. وزي ما أنت قلتي أنا هوندي امبارح كنت متواجدة معاهم في المباراة، ويمكن يعني خليني أقول لك يمكن الأجواء كانت مختلفة عن أي بطولة لعبتها يعني فتيات الذهب الفترة اللي فاتت. يمكن طبعا كان في حضور جماهيري كبير جدا من جماهير نادي الزمالك، يمكن طبعا يعني للأسف الشديد شفنا امبارح كان في حضور جماهيري اكتر من جماهير النادي الاهلي، بالنسبه لنادي الزمالك كانوا اكتر من جماهير النادي الاهلي، ولكن كانت الاجواء يعني كانت اكتر من رائعه، كان في حضور جماهيري كبير جدا، والتشجيع كان يعني كان في ملحمه جماهيريه امبارح كانت متواجده في صاله اتحاد الشرطه بالدراسه. مباراه قويه جدا يمكن راحت طبعا لخمس اشواط زي ما شفنا، النادي الاهلي فاز او يعني اخذ اول شوطين، الشوط الاول والشوط الثاني، بعد كده تالق نادي الزمالك يعني كان برضو ادى اداء قوي جدا، اكيد بنقول هارد لك على يعني ادائهم امبارح. يمكن طبعا فازوا في الشوط الثالث والشوط الرابع، بعد كده قدر النادي الاهلي ان هو يرجع ثاني طبعا كامباك في الشوط الخامس، واللي يمكن
الشوط الخامس يمكن لعبوا على 15 نقطه بس، ولكن قدر في الاخر انه النادي الاهلي يفوز في المباراه. فرحه كبيره جدا، اول بطوله طبعا بيحققها المدير الفني لفريق النادي الاهلي للكره الطايره سيدات الكابتن ابراهيم فخر الدين، اول بطوله ليه مع النادي الاهلي في بدايه طبعا الموسم بالنسبه لهم. وكمان يمكن عديده من اللاعبات كانوا متواجدين في صفوف فريق النادي الاهلي يحققوا اول بطوله مع النادي الاهلي، كانت فرحه كبيره. كمان كابتن شروق فؤاد امبارح كانت هي يعني كابتن الفريق طبعا بعد اعتزال نهله سامح، اعتزالها طبعا للكره الطايره، كانت امبارح موجوده شروق فؤاد وهي اللي استلمت الكاس، اول بطوله برضو تحققها وهي كابتن لفريق النادي الاهلي. يمكن طبعا كانتش متواجده مع الفريق بسبب اصابتها في على مستوى اليد، طبعا عندها قطع في الرباط الخارجي في الاصبع في اليد، فطبعا كانتش متواجده. بنقول لها طبعا الف سلامه وان شاء الله ترجع بقوه تاني مع فتيات الذهب وتشارك في جميع المباريات الفتره القادمه. كمان يعني خليني اقول لك انه امبارح اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي كانوا كمان حاضرين في المباراة وشاركوا الفرحة مع لاعبات النادي الأهلي، كابتن محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، وطبعا الكابتن خالد العودي مدير النشاط الرياضي، الكل كان متواجد. وكمان يعني كان في اعضاء مجلس اداره من نادي الزمالك كانوا متواجدين، زي طبعا كابتن هشام نصر نائب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك، وكابتن نياره الاحمر عضو مجلس اداره نادي الزمالك، الكل كان متواجد. ويمكن يعني الحمد لله الفوز واللقب كان لصالح النادي الاهلي وكان من نصيب النادي الاهلي، وقدروا فتيات الذهب كالعاده طبعا نشوف منهم اداء قوي جدا وفرحونا في مباراه امس. يمكن خليني برده اقول لكم انه بعد مباراة أمس النهارده هيكونوا في راحة سلبية من التدريبات، ويمكن مفيش وقت يعني للراحة النهارده، بس هيريحوا وبكرة إن شاء الله هيرجعوا للتدريبات الجماعية، عشان عندهم يوم الخميس ويوم الجمعة مباريتين مهمين جدا في الدور الثمانية من بطولة الدوري العام لكرة الطايرة، عندهم مباريتين مع نادي الشمس، ده هيكون في دور الثمانية من بطولة الدوري، وهتتلعب طبعا بنظام ذا بلاي أوفز، ماتشين نادي الأهلي مطالب منه إن هو يكسب في ماتشين من أصل ثلاث مباريات، لو فاز طبعا في مباراة يوم الخميس والجمعة هيتأهل بشكل رسمي للدور النصف النهائي من بطولة الدوري العام لكرة الطايرة. ده بالنسبة لسيدات كرة الطايرة. كمان رجال كرة الطايرة، ويمكن قبل ما أتكلم عن يعني أي فرق طبعا رياضيه داخل النادي الاهلي النهارده، خليني اقول لك انا هوند اقول لك يا كريم ان النهارده يعني اليوم حافل بالمباريات للنادي الاهلي، طبعا في العديد من المباريات في جميع الالعاب مش بس كمان كره القدم، ممكن طبعا كرة القدم تحت قيادة مستر مارسيل كولر النهارده عندهم طبعا مباراة مهمة، وهي المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة في طبعا منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. يمكن امبارح الفريق زي ما شفنا انهى استعداداته وختم استعداداته على ملعب مختار التتش، بعد كده دخلوا في معسكر مغلق، والنهارده ان شاء الله طبعا مستعدين بشكل قوي جدا لمواجهة بلدية المحلة في تمام الساعة 7 مساء، وطبعا المباراة اللي هتقام على استاد القاهرة. كمان زي ما قلت يمكن النهارده يوم حافل بالمباريات، كمان النهارده الماسترز او فريق كره الطايره الرجال عندهم ايضا يعني مباراه قويه جدا مع نادي الزمالك، وفي نفس البطوله بطوله السوبر المصري. يمكن طبعا بالنسبه لسيدات كره الطايره دي يعني النسخه الثانيه ليهم وفازوا بيها لتاني مره على التوالي، ايضا رجال كره الطايره كانوا فازوا بنفس اللقب ده الموسم الماضي، وطبعا يعني عندهم دوافع كبيره جدا ان هم يحافظوا على اللقب للمره الثانيه على التوالي النهارده. فان شاء الله النهارده عندهم مباراه مع نادي الزمالك في تمام الساعه 8 مساء، وعلى نفس الصاله صاله اتحاد الشرطه بالدراسه، وهتكون المباراه بحضور جماهيري 1000 يعني مشجع للناديين سواء نادي الاهلي او نادي الزمالك. فطبعا يعني نامل ان شاء الله ان النهارده جماهير النادي الاهلي يكونوا متواجدين بكثافه، ويكونوا موجودين اكتر من مباراه امبارح، ويكونوا متواجدين النهارده عشان طبعا يدعموا الماسترز في مباراه اليوم. كمان يعني خليني اقول لكم انه فريق الاول لكره اليد رجال عندهم النهارده طبعا مباراه يمكن تحت طبعا قياده المدير الفني الاسباني مستر ديفيد ديفيز، عندهم النهارده مباراه مع نادي هليوبلس، ودي هتكون الجوله التاسعه في بطوله الدوري المصري او دوري المحترفين طبعا لكره اليد. المباراه هتقام في تمام الساعه 6 مساء، وهتقام ما بين الفرقتين على صاله الشروق. وكمان سيدات كره السله ايضا عندهم النهارده مواجهه او مباراه مع نادي هليوبلس، نفس يعني النادي عندهم مباراه مع نادي هليوبلس، وهتقام في تمام الساعه 6 مساء ولكن على صالة الشهداء داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، ودي هتكون مباراة أيضا يعني الجولة التاسعة في الدور الثاني من بطولة دوري السوبر لكرة السلة سيدات.
كمان خليني افكر الساده المشاهدين انه طبعا بالنسبه لمباراه اليوم والمباراه طبعا نادي الزمالك او نادي الاهلي هيفوز فيها النهارده هيتوج بالبطوله. يمكن كمان خليني افكر الساده المشاهدين النادي الاهلي يمكن يعني واجه نادي طلائع الجيش في النصف النهائي من البطوله وفاز فيها النادي الاهلي يعني من اول امبارح بنتيجه 3-1 ثلاث اشواط مقابل شوط واحد. ايضا نادي الزمالك فاز على نادي بتروجيت بثلاث اشواط مقابل لا شيء. فالنهارده ان شاء الله المباراه هتكون في تمام الساعه 8 مساء، ولكن قبليها هيكون في مباراه تحديد المركز الثالث والرابع واللي هيكون فيها نادي بتروجيت ونادي طلائع الجيش، وبعد كده فورا هيبتدي مباراه الاهلي والزمالك. يا رب النهارده ان شاء الله يكون يعني الفوز من نصيب النادي الاهلي في جميع المباريات دي، وطبعا التتويج والتتويج باللقب بالتاكيد السوبر المصري لثاني مره على التوالي بالنسبه للماسترز بالتاكيد. انا معاك يا نهاوند ومعاك يا كريم لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو طبعا الكلمه ليك يا نهاوند تفضل. والله يا سالا يعني كالعاده انت بتعملي تغطيه كافيه جدا، نشكرك جدا جدا، وشكلك اكيد ما لحقتيش تنامي كويس عشان امبارح، بس يعني نشكرك جدا جدا على هذه التغطيه، وحلو جدا يبقى معانا مراسل كمان بيكلمنا عن مباراه او عن بطوله هو حاضر الكواليس بتاعتها طبعا. فطبعا اعتقد سالا يعني اوفتنا بكل المعلومات او الكواليس اللي احنا كنا عايزين نعرفها. صحيح، تعالوا بقى نروح لارقام سيرخيو راموس مع ريال مدريد اللي هنتعرض يعني هناخد فكره كده بسيطه عنها من خلال هذا الفيديو جراف، يعني نكمل الكلام اتفضل. يا ضيا خليني اقول لحضراتكم يعني قصص سريعه جدا جاء على تويتر، كان واحده سيده يعني بعتت لي مسج، انا تويتر متفاعل عليه اكتر حاجه يعني، ففي سيده بعتت لي مسج بتقول لي انا هوند انا سمعتكم من يومين لو كنتوا بتتكلموا عن التمارين الرياضيه، انا عايزه اقول لك فكره ما انا وانت قلنا يعني حتى لو كل يوم 10 دقائق يعني. نفس التمرينات بتعملها 10 دقائق على فكره وانت في البيت هتفرق على اللونج ران يعني على المدى الطويل هتفرق بشكل كبير. بعتت لي قالت لي الكلام ده مظبوط تماما، هي والدتها مفروض عندها 75 سنه ما شاء الله. فهي ما بتتحركش كتير، بتقول لي احنا بجد بنقعد بتتحرك حتى بتتحرك وهي بس قاعده على الكرسي بيفرق معاها بشكل كبير جدا. ففعلا فعلا مفيد ان الواحد حتى يوميا خمس دقائق يعني طبعا على فارق السن، ما يبقاش واحد عنده 30 سنه وبيعمل تمارين خمس دقائق يعني، بس طبعا على على قد ما نقدر الحركه فعلا زي ما بيقولوا بركه يعني طبعا. القعده دي حاجه سيئه جدا، ففكره التمارين الرياضيه الناس اللي بتتابعها وبتقلد التمارين دي من بقى اليوتيوب او من خلال طبعا الشاشات المختلفه ده امر اعتقد جيد جدا. فهنسيب حضراتكم مع بعض التمارين الرياضيه وبعد كده نروح لفاصل ونرجع نكمل. جماهير واعضاء النادي الاهلي الكرام، معاكم كابتن ندى مدحت من جيم الاهلي فرع الجزيره. النهارده هنتكلم على تمارين بسيطه جدا، هنشتغل كارديو. الكارديو ده هنشتغله الصبح في نص اليوم في اخر اليوم، المهم نشتغل تمارين بسيطه ونحاول نحرق بدل ما ناخد سابلمنت او نشتغل بحاجات خارجيه، لا نحرق يعني بحاجه ناتشرال اكتر. هنشتغل بأول تمرين هثبت ايدي الاثنين فوق وهشتغل up knee one، هنا هشتغل right left الاثنين عدة واحدة بس 10 up 2 3 4، اهم حاجة بتنفس كويس 5 6 7 8. ده كان اول تمرين بشتغل المجموعه بتاعتي 8 عدات زي ما اتفقنا رايت ليفت هي عده واحده، بشتغل في خمس مجاميع لو حد بيجنر ممكن نعلي شويه لو هنشتغل 10 عدات في خمس مجاميع لو حد ادفانس شويه. تاني تمرين هاخد خطوه اوسع شويه باتساع حوضي، هنزل داون عند مشط رجلي وهطلع اب على المشط تاني 1 2 3 4، نفس 5 6 7 8. ده كان تاني تمرين، اهم حاجه وانا شغاله بطلع على المشط انا ركبتي الاثنين صفت حاجه بسيطه ما بطلعش شده رجلي على الاخر، وايديا الاثنين وانا طالعه مش بفردها على الاخر، وتحت وانا نازله بلمس اقصى بوينت اقدر المسها، مش لازم المس مشط رجلي ممكن اوصل لحد هنا ده عادي جدا. اهم حاجه باخد نفس بعد ما بخلص اشتغل مارش مكاني ظبط نفسي 5 عدات 5 عدات. تاني تمرين وانا واقفه هشتغل
رايت ليفت جامبن جاكس. هي 5 4 3 2 1 ستوب. ده لو بيجنر. ادفانس شويه هنشتغل بالجامب، بس ده لو ادفانس عشان ركبنا ما نشتغلش ونحمل على الجوينت بتاعتنا قوي. ده كان تالت تمرين. رابع تمرين وانا شغاله انا ممكن اخلي ركبتي الاثنين سافت وده الاثنين قدام، هاخد خطوه لورا وارجع تاني 1 2 3 4 5 6 7 8 10. وانا شغاله ركبتي الاثنين سافت، ايديا ثابته او ممكن احركها فرونت وارجع تاني 3 4 5 6 نفس 7 8. هنا عملنا التمرين بشكلين، مره وانا ثابته مره وانا بحرك ايديا. انا كده شغاله كارديو فول بادي، مش بشتغل ايد بس ولا رجل بس، شغاله فول بادي. زي ما اتفقنا ان التمارين دي بتساعد على الحرق خارج عن السبلمنت او حاجه هي ناتشرال شويه. ممكن ناخد شكل كمان رجليا الاثنين واسعين واثبت ايدي هنا واشتغل رايت ليفت، برضو هلمس اقصى بوينت اقدر المسها. طيب دي كانت تمارين الكارديو زي ما اتفقنا هنشتغلها الصبح، هنشتغلها في نص اليوم، هنشتغلها قبل ما ننام. ودي كانت تمارين بسيطه، اتمنى تكونوا استفدتوا. كان معاكم كابتن ندى، اشوفكم في حلقه جديده. مرحبا بحضراتكم اكيد مره كمان، وخلينا نتكلم ان لاعبي منتخب مصر في سلاح الشيش متالقين بشكل كبير جدا في مختلف هنا البطولات العالميه. احنا هنتكلم معاهم عن ابرز كمان انجازاتهم واستعداداتهم للبطولات اللي جايه. خلينا نرحب بس في البدايه بضيوفنا عبد الرحمن طلبه بطل العالم في سلاح الشيش والمتاهل لاولمبياد باريس، صباح الهنا. واحمد هشام بطل العالم في سلاح السيف والفائز ببرونزيه كاس العالم لسلاح السيف في فرنسا، صباح الخير عليكم انتوا الاثنين وسعداء بيكم بجد. منورنا جدا، منورنا ومنورين الشاشه وفكره ان انت بطل عالم، يعني احساسك ايه وانت بطل عالم؟ اللقب ده يعني وسنه صغير يعني كمان بالظبط كده. طبعا الشغل اللي بتشتغله عشان توصل للمرحله دي كتير، بس وانك توصل فعلا وتحقق الميداليه فرحه كبيره طبعا. خلينا نعرف عنكم اكتر، يعني هبدا برضو معاك عبد الرحمن، كلمنا اكتر عنك، انت عندك كام سنه، ابتديت اصلا امتى تلعب، يعني خلينا نعرف وبعد كده هنجي لك برضو يعني. وفي معلومه ان انت عايش ما بين مصر وامريكا، الكلام ده مظبوط؟ انا عايش في امريكا وبابايا ومامتي في امريكا. أوكي. بس فانا بدات سلاح هناك وانا عندي 8 سنين. بابايا فتح نادي بس، فانا قعدت كنت موجود في النادي كل يوم وبتمرن. و نادي خاص بالسلاح يعني؟ نادي خاص بالسلاح. هو كان بيمارس الرياضه دي قبل كده؟ بابا كان بيلعب زمان هنا في مصر. اوكي. بس فلما راح امريكا فتح النادي وانا خدتها منه وقعدت العب. بدات العب. انت كان عندك كام سنه في اول ما ابتديت؟ 8 سنين. 8 سنين، اوكي. واحمد؟ انا بدات وانا عندي 10 سنين، انا كنت الاول بلعب سباحه وكوره، كنت بلعب كذا لعبه، وبعد كده جربت السلاح عندنا في النادي. نادي الصيد، فبدات فيه اول من وانا عندي 10 سنين، دخلت اول بطوله جبت اول ميداليه وانبسطت بقى بيها، فبدات العب لحد ما شاء الله. يعني اول ميداليه في اول بطوله بتشارك فيها كانت تحت 11 سنه في كاس مصر. ورحت للرياضه دي يعني اشمعنى؟ وخصوصا ان انت مارست رياضه ثانيه، يعني في حاله عبد الرحمن يعني لازم كان يمارس الرياضه دي بطبيعه الحال، انت بقى اخترتها بناء على ايه؟ كنت عاجبني فكره السيف والحته الكومبات اللي في اللعبه، يعني عجبتني الفكره وانا صغير، فلما جربتها لقيت انها يعني ممتعه، اللعبه ممتعه، فبدات فيها بقيت مبسوط انا بلعب، فده عشان كده بقيت مكمل. خلينا نعرف منكم برضو انواع السلاح المختلفه، مش كل الناس فاهمه. انت احمد تلعب سيف صح كده، وعبد الرحمن شيش. ايه الانواع الثانيه؟ هم ثلاث انواع، سلاح سيف شيش سيف مبارزه.
بيختلفوا في القوانين، في التارجت بتاع اللمسه، السرعه، في يعني مختلفين في حاجات كتير. والاصابات الاصابات واحده فيها ايه اكتر اصابات واحده هنا كل زي بعض. يعني انتوا جرى لكم اصابات قبل كده قويه يعني حاجات سيفير؟ انا الحمد لله لا. يعني انا جالي مره اصابه في ركبتي، دي اكبر اصابه يعني جات لي فيها، قعدت فتره بتاع 3 شهور بتعالج وبعد كده تاهيل. الحمد لله على سلامتك. على سلامتك. طيب عبد الرحمن، عايزين برضو يعني بناء على فكره ان انت عايش في امريكا وبتمارس الرياضه دي هناك وعارف امكانيات ومستويات اللعيبه الامريكان في هذه الرياضه، لو قارنتها بلعبتنا المصريين اللي انت اكيد التقيت بيهم بطبيعه الحال في منافسات مختلفه او في بطولات مختلفه، احنا فين من امريكا في الرياضه دي؟ بص دلوقتي في سن الكبير طبعا امريكا محتله اللعبه كلها، بس لما تيجي تبص في السن الصغير هنا في مصر واللعيبه الصغيره اللي طالعين، حتى اللعيبه اللي عندها 11 و12 سنه لسه مشاركين في بطوله كاس العالم اللي كانت في مصر من كام يوم. بس لو جيت قارنت السن الصغير اللي هنا والسن الصغير هناك، هتلاقي طبعا ان في فرق، وان اللعيبه الصغيرين هنا ان شاء الله يكبروا ويكون حاجه كويسه جدا. يعني البوتنشال موجود، خلينا نقول في مصر طبعاً. بس يمكن امكانيات تختلف من امريكا اكيد، وهنا ممكن تختلف، بس طالما هنا المدربين موجودين واللعيبه موجوده وعايزه، لا في بوتنشال طبعا، وممكن تحصل حاجه كبيره ان شاء الله. انت بتلعب باسم مصر؟ بلعب باسم مصر. برضو ده اكيد ما كانش يعني متوقع من البعض، ممكن يقول لك انت معاك الجنسيه صح؟ انا معاك الجنسية. هل كان في اي اقتراح في وقت ما ان انت تلعب باسم امريكا؟ لا انا يعني انا كان في اول بطوله جمهوريه لعبتها في مصر، انا نزلت مخصوص عشانها، نزلت لعبتها عشان كنت عايز ادخل في المنتخب وكنت عايز ادخل في الفريق، بس ما كانش في دماغي خالص ان انا العب باسم امريكا. كويس جدا، ما دي نقطه اوعى. احنا املنا يعني واضح انه هيوعى فعلا. ليه بقى؟ هقول لك ليه، لان هو من هو في سن صغيره بالشكل ده ويجي من امريكا لمصر عشان يشارك في الدوري في مصر، عشان هو حاطط تارجت انه يشارك مع المنتخب، يبقى لا مصر حاضره بقوه جواه، يعني حاجه جميله وعظيمه. طيب احمد، خلينا نتكلم شويه بقى، لان عبد الرحمن تجربته مختلفه، هو في امريكا بيتدرب برضو تدريب اكيد ستايل مختلف تماما، منتاليتي تانية. هنا عندنا نادي الصيد، على فكره انا برضو في نادي الصيد، بس ما اعرفش وضع السلاح عندنا ايه هناك والسيف يعني والرياضه عامه. كلمنا اكتر، والفكره ان انت وانس ان انت قررت بقى تمارس الرياضه دي بشكل احترافي، ايه كان النواقص، ايه كانت المشاكل، ازاي اتحلت، الدعم اللي انت بتاخده لحد دلوقتي، ايه اللي انت محتاجه كمان بعد كده؟ هو انا قبل كده كنت بتمرن في نادي الصيد، بس الوقت يعني دلوقتي كل تمريني بيبقى في المنتخب طبعا مع الاتحاد، فهو كل التمرين عندنا في المنتخب في الاستاد، عندنا الصاله بتاعتنا بنتمرن كل يوم، عندنا مدربين فيتنس، سلاح، منتل، جهاز فني متكامل، وعندنا كل ده، فبتمرن مع المنتخب وهم موفرين يعني كل حاجه، الادوات، اي حاجه محتاجها عشان ننافس يعني. بتعملوا معسكرات يا احمد؟ معسكرات داخليه ولا خارجيه ولا في الاثنين؟ على حسب البطوله طبعا، بس اغلب البطولات الدوليه هي اللي بيبقى ليها معسكرات الدوليه. فمثلا يعني البطوله الاخيره اللي شاركت فيها فرنسا، كان المعسكر الخاص بيها كان فين؟ انا كان معسكر قبليها الاول، عشان كان عندي بطوله قبلها في جورجيا، فكنا معسكرين في جورجيا وخلصناها، لعبنا بطوله هناك وبعدين لعبنا بطوله فرنسا. اوكي حلو قوي. طيب انت ايه اللي فاضل بقى ان شاء الله عشان نقول هتتاهل زي عبد الرحمن بشكل رسمي، ايه اللي فاضل لك؟ احنا يعتبر خلاص يعني ان شاء الله ضمننا التاهيل، احنا بس ناقص لنا بطوله واحده. فان شاء الله هي دي بس اللي هتضمن لنا التاهيل رسميا، بس احنا حاليا في موقع مؤهل لحد دلوقتي. كم شخص لحد دلوقتي؟ كم بطل؟ احنا بنتاهل بكل فرقه باربعه. التاهيل بيبقى فرقه اربعه. اوكي تمام. طيب عبد الرحمن انت اتاهلت بالفعل، بتجهز نفسك ازاي بقى للمشاركه في باريس 2024؟ واحنا يعني اكيد انت سيد العارفين المجد كله بيكون دايما في الدورات الاولمبيه طبعا، اكتر من اي بطوله تانية، فبتستعد لها ازاي؟ احنا طبعا شغالين، بنسافر معسكرات ما بين قبل كل بطوله، بس فاحنا الفتره اللي فاتت دي شغالين معظم الشغل التكنيكال، بنشتغل بنتمرن كتير، بس طبعا المنتل دكاتره المنتل موجودين عشان
فكره البريشر عشان الاولمبيكس دي ما تكونش موجوده وكل واحد يلعب براحته من غير ما يكون عليه ضغط. دي نقطه على فكره مهمه جدا. يعني هناك انت بتتكلم الستاف ده في امريكا ولا في مصر؟ في مصر. في مصر. دي نقطه مهمه جدا علشان فكره ان انا ازاي افصل اللاعب عن الضغوطات اللي بيتعرض ليها. اوريدي انت اصلا مسافر في ضغط يعني من غير اي حد ما يعمل اي حاجه، فدي مش سهله. برضو كلمنا اكتر ايه الاساليب اللي بتعملوها. حابه ان انا على المستوى الشخصي عايز اعرف، لان هي بطوله بتبقى العالم كل غلطه فيها انت مش بتزعل نفسك او اهلك، مصر بتزعل يعني، فطبعا بتفرق بشكل كبير. انا اكتر حاجه بحاول افكر فيها عشان الضغط ده ما يجيش عليا ان انا ما كنتش بلعب عشان تفوز مثلا. انا بلعب، انا بكون عايز ان انا انبسط في اللعبه، انبسط وان انا افرح الفرقه اللي ورايا واهلي ومصر كلها. بس فان لما العب بالتفكير ده والمنتاليتي دي، ده وقتها بطلع احسن لعبه عندي وبلعب حلو. ان شاء الله تقدر تفرح عيلتك ومصر كلها باذن الله. احنا ما اتكلمناش بقى عن الجانب الشخصي عندكم، يعني انتوا يعني بتدرسوا وبتشتغلوا وبتعملوا ايه، حياتكم ماشيه ازاي في ظل هذا الكم من المعسكرات والسفريات والبطولات العالميه اللي بتشاركوا فيها؟ فعرفونا اكتر على الجانب ده فيكم. تعالى نبتدي بيك. انا في مدرسه في ثالثه ثانوي دلوقتي. طبعا هي ضغط كبير قوي مع الرياضه طبعاً. يعني بيخلي اهم حاجه بالنسبه لي التواظب مع الوقت مع التمرين. وعارف تعمل ده؟ يعني الحمد لله لحد دلوقتي عارف اعمله كويس. بس طبعا يعني بيخليني ابذل مجهود دبل تقريبا اللي المفروض اعمله. بس مفيش اكسبشن؟ اكيد بيبقى في اكسبشن برضو مع يعني المدرسه، الوزاره ما بتعملش اكسبشن للابطال بتوعنا في الامتحانات في الحاجات. هو لسه الامتحانات لسه في شهر 6 ثانويه عامه، فلسه مفيش اكسبشن. الحضور الحضور يعني هو المدرسه، مع المدرسه بيبقى بظبطها اكتر شويه ان انا مثلا اروح قليل. بس اكتر حاجه دلوقتي بتبقى اونلاين عشان لو في معسكر او في بطوله فباخد الحصص اونلاين اكتر حاجه. يعني لو ما كانش في اونلاين ما اعتقدش ان انا كنت هعرف اكتر. بالظبط. انت ناوي تدرس ايه بعد كده؟ عايز تدخل كليه ايه؟ كمبيوتر ساينس. كمبيوتر ساينس. طيب وعبد الرحمن انت في اي مرحله دلوقتي؟ انا في ثانيه ثانوي بس، فبرضه شغال اونلاين ما بين طبعا تمرينتين في اليوم والمدرسه، فالموضوع مش سهل. بس هو وقت الموضوع كله تايم مانجمنت. بس طالما يعني الحمد لله لو طالما مظبط الدنيا. بس الدنيا وعارف تظبط الدنيا والبيت بتاعتك كويسه وماشي ماشي الحال. الدنيا كلها ماشيه كويس الحمد لله. كويس هيك. بس طيب كلمونا على المنتخب بقى اكتر، عايزين نعرف فنيات. هل احنا عبد الرحمن انت قلت جمله عجبتني، انت قلت احنا عندنا بوتنشال كبير رغم حتى لو بنتكلم عن ماديات او امكانيات مش احسن حاجه دلوقتي. برضو احنا بنسالك الاسئله دي عشان انت اتعرضت او يعني اكسبوزد اكتر في كوميونتي ثانيه ومنتاليتي ثانيه في امريكا، فعايزين نعرف ازاي انا ممكن اطور اللعبه دي. هي اصلا تطورت الفتره الاخيره بشكل كبير، بس ازاي اقدر اجذب سبونسرشيب اكتر؟ ازاي اقدر اطور البوتنشال اللي بالفعل موجود عشان تتكلم بقى على المستوى العالمي تبقى من الرانكينجز الاولى؟ هو الفكره السبونسرز بتيجي من النتائج، واحنا الحمد لله دلوقتي بنعمل السينيور والجونيور الاثنين بيعملوا نتائج كتير الحمد لله. بس فطول ما يعني طول ما الحمد لله النتائج موجوده والشغل مع الصغيرين موجود. بس يعني كده لما الصغيرين يكبروا برضه هيقعدوا يجيبوا نتائج ان شاء الله، والسبونسر هتفضل تيجي، فهي سايكل وقاعده بتلف. في امريكا الدنيا ماشيه ازاي في التفصيله دي، في النقطه دي، فكره السبونسرشيب وفكره الفاندنج اللي بيحتاجه الاتحاد المعني بالرياضه دي؟ في امريكا الموضوع اكبر شويه عشان الاتحاد تمام عنده السبونسرز بتاعته، بس معظم السبونسرز بتكون فرديه، يعني كل اللعيبه الكبار معاها السبونسرز بتاعتها هي، مش انكلودنج قوي الاتحاد. اوكي يعني بشكل فردي بس في سبونسرشيب. في سبونسرشيب لان برضو انت عارف امريكا يعني رياضه سلاح الشيش ما اعتقدش ان هي رياضه من الرياضات الشعبيه قوي في امريكا. لا مش كده برضو. لا طب واحمد انت بالنسبه لهنا السبونسرز برضو في اي كلام على ان ممكن يبقى في سبونسر ليك شخصي لو ان شاء الله تاهلت و خلينا نقول حصلت على ميداليه؟ هو دلوقتي يعني؟ دلوقتي السبونسر بتاعت الاتحاد هي اكتر حاجه، هي اللي بتمول اكتر حاجه الاتحاد. اوكي. في السبونسر طبعا شركه ادوات، البنك الاهلي، الحاجات دي.
طبعا مع الوقت بيجي سبونسر شخصي. دلوقتي مفيش. بس جالك قبل كده في اي بطوله حصلت عليها في فتره ما مثلا؟ حاليا لا. بس هو الاتحاد عموما بيوفر كل اللي احنا محتاجينه يعني كسبونسرز. هما السبونسر بتاع الاتحاد بيوفروا لنا كل حاجه. بمناسبه الاتحاد كمان عايزين نعرف منك، وبحكم ان انت يعني مقيم في مصر بشكل دائم، فمعرض يعني لو في اي مشاكل غالبا انت هتكون عارف عنها كويس، فايه نوع المصاعب اللي بتواجهوها؟ ايه نوع المشاكل؟ ايه نوع النواقص اللي انتوا شايفين او اللي انت شخصيا شايف انها لو اتوفرت لا هنروح في حته تانية خالص في الرياضه دي؟ انا ممكن اقول ان اكتر حاجه فعلا مخليانا يعني صعب ان احنا نتقدم قوي ان الرياضه عندنا مش مشهوره، فاحنا عدد اللعيبه اللي عندنا قليل يعني عدد اللعيبه بالنسبه للمنتخبات التانية قليل قوي بالنسبه لاي دوله كبيره. فدي طبعا مشكله ان عشان اللعبه مش معروفه قوي، الادوات بتاعتها غاليه شويه، فاللعبه عشان كده كل الناس يقدروا يمارسوها طبعا. فعشان كده مفيش عدد كبير، فمفيش احتكاك كبير، فده هي المشكله الاكبر. طبعا يعني صعب انها تتحل المشكله، عشان يعني زي ما قلت لحضرتك الادوات غاليه، اللعبه مش معروفه، الاماكن حتى الانديه اللي متوفر فيها اللعبه مش كتير. فهي دي المشكله اللي بتواجهنا دلوقتي. كل حال احنا بنتمنى ليكم التوفيق طبعا وتشرفونا، لان ده زي ما قلت لكم بجد ده مش انتوا اللي هتبقوا انبسطتوا او اهاليكم هيبقوا براود اوف يو، لا احنا كلنا عايزين ميداليات اكتر، عايزين في باريس النتائج تبقى كمان مختلفه. وبتمنى ليكم التوفيق، واوعى في يوم من الايام يا عبد الرحمن تلعب باسم غير مصر. لا ان شاء الله دايما تشرفنا، وباذن الله يا احمد يعني تطمنا الفتره اللي جايه ان انت تاهلت كمان بشكل رسمي. اتمنى ده ليك كل التوفيق، نورتونا. موفقين ان شاء الله. موفقين، نورتونا، شكرا على وجودكم معانا. خلونا نطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع بقى عشان نستقبل ضيفنا في تاني واخر فقرات الحواريه، خليكم معانا. بنقول في مقدمه حلقتنا النهارده ان النادي الاهلي عنده استحقاقات كتير الفتره اللي جايه سواء محليا او قاريا، بس خلونا مبدئيا في محليا النهارده ان شاء الله وتحديدا الساعه 7 مساء وعلى استاد القاهره هيكون في ماتش مهم للنادي الاهلي امام بلديه المحله. هنتكلم عن هذا اللقاء وكمان عن كل التحديات اللي هيواجهها طبعا لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله الفتره اللي جايه. خلونا نرحب بضيفنا اللي هينورنا في هذه الفقره، الاستاذ محسن لملوم الناقد الرياضي. يا صباح الفل عليك. صباح الخير يا استاذ مسيو لملوم، بونجور. يا الواناتك يا استاذ. لا في تالق يا الواناتك، حاجه مبشره. انا متفائله كده، اتفائل 7-0 للاهلي. هنبدا بالمباراه طبعا زي ما كريم قال محليا، ونروح للاهلي وبلديه المحله. ناس قالت لك دي مباراه تبدو سهله، حط ارقام هنا وارقام هنا واستعدادات هنا ودوافع هنا، هتلاقي اكيد الكفه اكبر للنادي الاهلي، عايز يعوض مؤجلات كتيره. صحيح. خساره كانت سيئه جدا لاخر مباراتين خاصه ببلديه المحله، خماسيه بصراحه كانت برده صعبه جدا. صحيح. اكيد عندهم دوافع، اكيد اللعب المتوقع ان هم هيقفلوا برده، هيلعبوا بشكل دفاعي بحت، الا لو النادي الاهلي زي ما كنت بقول في الانترو هيبتدي ان هو يحرز اهداف من الدقايق الاولى، فهيضطر ان هو يلعب بشكل هجومي عشان يعوض. ده يعني ده السهل البسيط، الرؤية البسيطة أو القراءة البسيطة. هل متوقع أداء مختلف؟ متوقع مفاجآت أخرى مثلا؟ تصريحات كابتن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني الخاص بيهم كان كلها لو أنا عايز أخرج بنتيجة إيجابية، يعني وأنا أتوقع ده معناه أنه مش عايز خسارة كبيرة. أكيد طبعا، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، أكيد ما فيش ماتش سهل. يعني المباراة بالنسبة يعني خلينا ناخدها من ناحية النادي الأهلي، النادي الأهلي طبعا بعيد تماما عن المباريات المحلية من تقريبا 89 يوم أو 90 يوم، 3 شهور يعني. بيرجع بقى للدوري او المباريات المحليه، كان يمكن اخر ماتش كان فقد نقطتين وقتها كان قدام سموحه، فمش عايز يفقد تاني. النادي الاهلي طبعا بيلعب على البطوله دايما، فما يهموش نزيف النقاط ده يحصل له. فالناس النادي الاهلي اللي بيلعب الفوز، في المقابل طبعا عنده منافس اخر ماتشين خسرهم، دخل مرمى 8 اهداف في ماتشين. طبعا. من المصري 3 ومن سيراميكا 5، وكانت الخمسه دي كانت على ارضه. كان عملت له شويه مشاكل كتيره ان الفريق ما بقاش عنده رفاهيه الخساره حتى قدام النادي الاهلي، يعني حتى ممكن يبقى ايه في اضيق الحدود كده مرحب بالخساره بس مش برقم كبير. يمكن حتى ده خلى الفريق ما عملش معسكر مغلق في مدينه المحله يعني زي ما بيعمل، وعملها في القاهره ابتعادا طبعا عن الجماهير والمشاكل او الصدمات اللي حصلت طبعا بسبب الامور دي. كل الامور دي بتخلي المباراه اكيد مش سهله. يعني النادي الاهلي كمان بلس عنده شويه غيابات طبعا. انا مش بعترف بصراحه بالغيابات مع الفرق الكبيره، اكيد الفرق الكبيره الفريق الكبير
بيربي عنده في كل المراكز عنده بدايل، فحتة الغيابات دي مش بعترف بها قوي. لكن طبعا ضغط المباريات عند النادي الأهلي وإرهاقه ما بين سفر طبعا للجزائر والعودة وبعدين سفر لغانا والعودة، كل الأمور دي بتعمل له أكيد طبعا إرهاق وضغط على اللعيبة. وإن كان طبعا الحمد لله النادي الأهلي خلص التأهل خلاص، يعني مباراة الجولة الأخيرة الستة قدام يانج أفريكانز مش أكتر من تحديد مراكز مش أكتر طبعا، وتعادل في صالح النادي الأهلي والمباراة في القاهرة تبدو سهلة طبعا، لكن النادي الأهلي أكيد هيبقى حريص إن هو تأهل، يبقى حريص إن هو يتأهل في المركز الأول. مع العلم طبعا النادي الأهلي مش بتفرق قوي حتة الأول والتاني دي، الهدف بالنسبة له هو التأهل. يمكن حتى من الصدف إن آخر أربع مواسم كان النادي الأهلي في دور الأبطال يعني كان بيتأهل بصعوبة وبشكل دراماتيكي وفي النهاية كان بيصل للنهائي. بس احنا مش عايزين برضو المشاهد دي يعني الصراحة يعني هي بتبقى نوع من التفاؤل بس عند الجمهور ان هو النادي الاهلي مش بيحصل له شويه عصرات في دور المجموعات وبيتاهل من الجوله الاخيره ويعود من بعيد، والكلام اللي احنا بنقوله في الاخر يوصل في النهائي. مش عايزين نعود من بعيد، هو تاهل يعني عايزين نعود من قريب. عايزين نبقى في القريب. هو سهل على نفسه يعني، تخيل لو كان النهارده مثلا كان التاهل مثلا الجوله الاخيره حاسمه في التاهل كان يبقى في ضغط، والنهارده هيحاول اكيد هيبقى تفكير في المباراه القادمه الافريقيه هيبقى مأثر على مباراه البلديه، لكن كل الامور دي خلاص هو ريح نفسه. كويس ان هم ريحوا نفسهم وريحونا من الاول. بالظبط، ريح نفسه ويقدر يستعد بشكل اكبر لمباراة طبعا دور 16 لما تتعمل القرعه طبعا في عفوا دور الثمانيه في دور الابطال. بس تعالى نقف شويه عند حراسه المرمى، واكيد حضرتك خدت بالك من تالق مصطفى شوبير في الماتش الاخراني مع مديامة الغاني. الى اي درجه هذا التالق ممكن يبقى له انعكاسات على فكره مشاركه الزنفولي من عدمه؟ طبعا مشاركه الزنفولي من عدمه دي طبعا تعود للجهاز الفني، وان كان المركز ده تحديدا بيتطلب الاستمراريه، يعني اي مركز ثاني دفاع وسط هجوم بتلاقي ممكن يبدل يعمل يعني بيبقى بيريح لاعب بيجرب اثنين مع بعض، لكن ده تحديدا ما فيهوش الرفاهيه دي. بيبقى غالبا بيكون هو حارس مرمى لفتره طويله، عشان كده يمكن الفجوه كان اوجاب كبير جدا كان بين الشناوي وبين مصطفى شوبير، يعني الفرق رهيب بسبب المشاركات طبعا والكم الخبرات اللي عند الشناوي وبالتالي مش متوفره عند مصطفى شوبير، عشان كده لما حصلت الاصابه ظهرت الفجوه دي في وقت ضيق. طبعا مصطفى شوبير هو موهوب بفطرته، اكتسب يعني اكتسب الثقه في نفسه من المباراه الاخرى، خصوصا الماتشات اللي لعبها كانت مباريات صعبه يعني مباراه شباب بلوزداد الجزائري في الجزائر، لا ماتش صعبه جدا مع فريق كان في حاجه للفوز وكان بيحاول يستغل ظروف الاهلي وغيابات الاهلي ان هو يصعد طبعا في وسط جمهور وكمان. بالظبط طبعا، والجمهور طبعا جمهور قوي، جمهور كبير في ملعب الخامس من يوليو في العاصمه الجزائريه، ماتش قوي جدا باتباع طبعا مباراه مع مديامة، حتى وان كان مديامة اقل نسبيا او فنيا من شباب بلوزداد، لكن الاجواء بقى الافريقيه الرحله والارضيه الملعب والامور اللي هي صعبه شويه، وبعدين اما بتلعب فريق صغير بيكون اصعب من فريق كبير في وجهه نظر، ان انت ما عندوش حاجه يبكي عليها، بيلعب قدام فريق كبير زي النادي الاهلي، فاي حاجه هيعملها يعني لو شاط شوطه وتصدد يبقى عمل اللي عليه. عشان كده يمكن مصطفى شوبير اكتسب الثقه في ده، اتوقع ان هو هيكمل برضه كولر بمصطفى شوبير لان هو اللي معاه افريقيا، يعني مشكله الزنفيلي ان هو مش مقيد افريقيا، فبالتالي هو هيكمل اكتر افريقيا، يعني ممكن في وقت من الاوقات اما يطمن النتيجه والامور تمشي كويس ممكن يعمل تبديل في هذا المركز، وده حصل قبل كده كتير مع الشناوي في فترات سابقه لما كان بيطمن كان بيحاول يجرب حد تاني، كان على لطف في وقت من الاوقات كان مصطفى شوبير. اعتقد بنسبه كبيره طبعا يمكن تفوق 90% مصطفى شوبير زي ما هو والامور زي ما هي، لكن الزنفيلي هياخد بعض الفترات على حسب سير المباراه، مش ممكن طبعا تبقى المباراه مثلا متعادل او متقدم بفرق هدف والاجواء شويه مش مريحه، مش ممكن يعمل تغيير في الجزئيه دي، هيعمل فيها تغيير لما يبقى مرتاح للنتيجه، وده هيحصل طبعا حسب رؤيه الجهاز الفني اكيد ادرى منا بحاجه زي كده يعني. طيب انا عايز اروح لمودست شويه ونتكلم بمنتهى بقى الصراحه. تمام. في لعيبه الناس بتراهن عليها من الاول ومنهم اللي فعلا بيبقى قد الرهان ده ومنهم اللي مش قد. مودست من اللعيبه اللي يقال حتى هذه اللحظه واعرف وجهه نظرك، لا الراجل ده فعلا قدر يبان يظهر بشكل مختلف. بتشوف ده فعلا ولا هي كانت ضربه حظ في كام مباراه وخلاص؟ لا هو مودست واضح ان هو عنده كوره واضح، بس هو كانت مشكلته لما جاء النادي الاهلي يعني مشكلتين او جزئتين، رقم واحد ان هو ما كانش اصلا ما بداش معاهم معسكر، فبالتالي ما كانش جاهز بقاله فتره كان مش بيتدرب، فالنقطه دي اكيد بتاثر على لاعب الكوره. كمان هو جاي النادي ما عندوش حته هنجرب ونصبر ونعمل، بدليل ان هو
كانت كل الناس بتتكلم ان في يناير خلاص هيمشي يعني لولا بس ايه يعني. وكان حتى محطوط ان هو ممكن مباراه كاس العالم للانديه اللي اقيمت في جده هيكون الاختبار الاخير ليه، لكن طبعا حظه سيء جدا ان هو الدقيقتين اللي نزل فيهم اتكرر، هو ما لحقش في الدقيقتين الحقيقه لعب دقيقتين وروح فبالتالي كان من حسن حظه برضه يعني سوء حظه، لكن كان من حسن حظه مباراه السوبر المصري صحيح. تحديدا مباراه فيوتشر لما نزل في يعني في الاخر وجاب الثالث وودى الاسيست الرابع اللي هو ريح يعني جاب للاهلي بطوله يعني حتى وان كانت بطوله بطولات السوبر دي بتبقى الى حد ما شرفيه يعني مش بطولات زي الدوري او الكاس او كده، لكن هو في النهايه ده يحسب ليه، ده بيديله خلاه عنده رغبه مع الوقت يمكن حتى بيحسب ليه برضه عنده الجمهور، ودي حته تحسب ليه هو ان هو عايز يعمل حاجه لما كان طبعا واخد اجازه من فتره طويله وكان هيمشي كان هيسافر تقريبا فرنسا في قبل الماتش الاخير، لكن بسبب ظروف الغيابات والاصابات وموقف الفريق فلغى السفر وقعد مع انه كان ممكن يحق ليه ده، لكن في النهايه عنده رغبه في ده، فده شيء كويس جدا طبعا. كمان هو واضح ان هو مش اناني يعني حد نضيف من جوه، لما طبعا عمل بوست بيدعم زميله وسام ابو علي لما نزل بديله في ماتش من ياما، هو دعمه بده ده شكل كويس، واضح ان هو عايز يعمل حاجه، هو اخلاقيا كويس يعني يعني واضح انه عايز يعمل حاجه في التعاملات يعني ده كويس، لكن اقصد اقول ان هو ايه واضح ان عنده حاجه، كان عنده سوء حظ بصراحه كان غريب جدا، كان بيبقى في اهداف لو كان سجلها كانت هتبقى اهداف عظيمه جدا، عنده حاجه بدايه والا ما كانش النادي الاهلي جاب بدايه كلام تاني كلام ان هو في لقطات قليله جدا بالظبط بنت له امارات يعني واضح ان ده لعيب متميز، بس ما تفهمش العكوسات اللي كانت حاصله معاه عطلتنا عن ان احنا نشوف المتميز اللي سوء حظ مع الشيء بشيء يذكر مثلا فلافيو اماد فلافيو لما جاء في اول موسم ليه في النادي الاهلي كان يعني ما جابش حاجه خالص، الجون اللي جابه الكره خبطت في راسه من ورا وجت جون، فيعني الناس بتقول جاب جون بقفاه مش قصده حتى في ماتش المحله ويمكن كان جوزيه كان صابر عليه وعند مع الجمهور، يمكن حتى الجمهور كان يقول لك خبر صار مش عارف انجولا استدعت فلافيو فاخيرا هيمشي، يعني الجمهور بقى مستاء منه وكذلك كولر صبر على مودست بالظبط، بس ده لسه ما اداش حاجه، لكن شفنا بعدها فلافيو خد لقب الهداف الدوري وبقى حاجه تانية خالص، هي يعني هي النقله النوعيه فعلا دي ازاي بتحصل يعني المعنوية. ليه لاعب ايه السبب ازاي لاعب بيقعد يعني فلافيو سنه وغيره بياخد اقل، بس ازاي من نقله من هنا لهنا، اكيد الراجل ده واللاعب ده كان عنده حاجات كويسه، ازاي ما طلعتش من الاول يعني ده عيب لا مين لا عيب لا مش هو لا مش ولا عيب, عيب لا مش عيب حد، انت بيبقى أوكي. عندك بس ظروف مش خدماك، ماتشات صعبه سوء حظ، ما انت يعني مودست مثلا كان لسه كريم قال على في كان ليه اعتقد ماتش الجونه كان عمل كورتين لو كانوا جم اهداف كانوا يبقى اهداف عظيمه جدا يعني لو كانت سجل، لكن انت بتحس من من تعامله مع الكوره انه عنده حاجه لعيب كوره، لكن التوفيق وعدم التوفيق وعلى فكره نفس الحكايه دي برضو لاحظناها في وسام ابو علي بالظبط، يعني ما شفتوش مده كافيه بس عنده ما هو انت بتشوف اللعيب انت مستحيل تحكم على حد من المباراه، لكن بيبقى عنده يعني واضح ان في حاجه يعني في حاجه في اللاعب عنده رؤيه بياخد خطوه لورا بياخد خطوه لقدام، دي كوره مالهاش يعني اصل دي كوره مش كيمياء، فهو هو عنده مودست، لكن انا شايف ان وجهه سوء حظ مع قله تدريب طبعا او قله استعداديه للموسم الجديد او جاهزيه قصدي للموسم الجديد، بالاضافه ان هو جاء على نادي ما عندوش يعني ايه انت انكسبت 60 ماتش وتعادلت ماتش يبقى عندك دروب يعني ده قدر الانديه الكبيره ومنها النادي الاهلي، يعني تبص تلاقي الفريق مثلا على القمه في الدوري ومتاهل في افريقيا يقول لك احنا عندنا مشاكل، هو كده دي طبيعه الفرق الكبيره ضغط ضغط ضغط، يمكن حتى كان اتكلم عليها بيتسو موسيماني المدير الفني لجنوب افريقيا الاسبق لما مشي انا قال لك انا تقريبا ما عنديش راحه الفريق طول يعني البطوله تخلص اقفل تاني يوم وفايلر كمان كان اتكلم عن النقطه دي واتكلم عن طبيعه الجماهير ازاي عندنا ما بيقبلوش ابدا خساره وده عكس كل الانديه الاوروبيه حتى ما هو انت اللي اديت له ده، انت لما تخش في الموسم عندك 5 بطولات خدت 4 وخسرت 1 يبقى انت فاشل ولازم ده صحيح احنا كده بنفرهد الاجانب معانا في حين في انديه ثانيه مجرد الوصول مثلا ده وصيف مش يعني السي في بتاعه صعد لنصف نهائي مش الكلام ده مش عندنا يعني مش عند النادي الاهلي مش عند منتخب مصر طب مثلا. طب انا عايز اسال سؤال، هل ده اصلا صح ولا غلط؟ بمعنى ان انا الضغط اللي انا حاطه على اللعيبه ده بيفقد الكوره المتعه ان انا ما بلعبش. طب انا اكمل بس وجهه نظري عشان اللاعب دلوقتي مش بيلعب عشان يستمتع، اللعب باستمتاع حاجه بيأدي بيعمل اداء جيد، لكن اللعب تحت ضغط عمره ما هيخليك يبقى فيه كوره ممتعه. اللعب باستمتاع بعد ما تخلص اللي عليك، بعد انت داخل الاهلي بيخش البطوله عايز ايه منها؟
عايز يفوز بالبطوله. والله مثلا انت فرقت في الدوري بشكل كبير خلاص بقى متع بقى نفسك اعمل دبل كيك لو عايز تعمل براحتك بس لا ايوه ما لازم يلعب بطريقه برضو ان هو بيستمتع وهو بيلعب مش ان هو مضغوط. خلي بالك في اجواء كتيره وفي لعب بيبوظ علشان انت طيب ماذا لو لعب بمتعه وخسر البطولات؟ مين؟ ماذا لو الفريق الاهلي مثلا لعب بالمتعه اللي حضرتك بتتكلم عليها يعني حضرتك بتتكلم وخسر ان الضغط البطولات. لازم يكون دايما اللعيبه تحت ضغط. هو في الاساس بطولات، هو نادي بطولات، النادي الاهلي نادي الانديه الكبيره. هنا وانت تقصد الفرق اللي ما بين اللعب اللي فيه شيء من الاريحيه، فبالتالي الاريحيه دي بتخليك تطلع احلى ما عندك، ومن اللعب بشكل الي نتيجه وجود دائم تحت ضغط كبير مستمر. اصل ده قدر يعني، اصل عارف مثلا فريق هارلم اللي هو بتاع السله الامريكي ده فريق استعراضي يلعب كوره ممتعه، لكن هو في النهايه مش بياخد بطولات، مش بتاع بطولات اقصد يعني، يعني مش هدفه الاساسي، هو في النهايه بيلعبوا لعب استعراضي. انت خايف نلعب بمتعه وننسى. طب ما انا بقول لك انت لعبت مباريات رائعه بالظبط. انا فاهم ان حضرتك عايز الاثنين، والاثنين ده معادله صعبه جدا بتتحقق احيانا، يعني تلاقي مثلا مضغوط في ماتشات افريقيا بس تيجي مباراه بتعمل مباراه رائعه جدا وتكسب فريق كبير وتعمل مباراه للتاريخ، يعني ده بيحصل. اقول لك امتى كنا بنشاهد ماتشات للاهلي وما كانتش فيها الضغط ده؟ ايام كابتن صالح سليم، ايام كابتن بيم، حتى العصر الذهبي كابتن احمد حسن وغيره. الفريق ده كان بتتفرج على لعب حلو. ما هو لحضرتك ليه ما كانش فيه استحداث بطولات زي اللي موجود دلوقتي؟ يعني مثلا في الاجيال اللي حضرتك بتقول عليها كان مثلا الدوري، الكاس، بطوله افريقيا، دلوقتي في سوبرات، وعدين السوبرات دي كمان زادت بقت ايه؟ بقت بطوله، مثلا بطوله السوبر المحلي ما بقتش ماتش، بقت تروح يعني تلعب اربع ماتشات. البطولات هي ربما طبعا بالاضافه مثلا عندك الدوري الدوري الافريقي لكره القدم. ما هو ده الدوري الافريقي مثلا ده سبب، يعني النهارده الاهلي لعب 6 ماتشات في الدوري، لولا الدوري الافريقي كان الاهلي مثلا بقى لعب له 10 ولا حاجه. ليه؟ لان الكاف فرض بطوله في وجهه نظري ملهاش اي 40 لازمه بصراحه يعني، وراح فرضها باسلوب حتى بمعايير غريبه مش وقته يعني، لكن في النهايه خد قرار ان الفرقه المشاركه كلها ولا فريق فيهم هيشارك في ماتش محلي طول ما هو بيشارك في البطوله دي. فبالتالي الثمان فرق اللي اشتركوا كلهم ولا واحد فيهم شارك في بطولات، سواء مصر، سواء الاهلي في القاهره في مصر، او الترجي في تونس، او الوداد، او صن داونز. هو مش المفروض يكون في قانون دولي في بند ان انت ما ينفعش كفريق او كمنتخب تشارك في اكتر من مثلا 5 بطولات 7 بطولات يعني؟ طب حلو ماشي، ما هم نفسهم هم اللي مطلعين البطولات هي نفسها. يعني انا عايز اعرف مثلا بطوله الدوري الافريقي لكره القدم اصلا لازمتها ايه؟ ما انت عندك دوري الابطال وعندك الكونفدراليه، يعني بطولتين حتى بيفكروا يلغوا الكونفدراليه. ماشي اوكي، يبقى وراها اسباب تسويقيه مثلا. ماشي اوكي، ما هو في النهايه بقى اللعيبه مش مكان. طب ما هو لما حصل في اوروبا، هو انا عارف هي حصلت ليه اصلا في افريقيا، بس احنا بنلف وندور. هي القصه كلها ان الدور السوبر الاوروبي ده حاول يتعمل في اوروبا، طبعا الاتحاد الاوروبي ما بيهرجش، رفض، لكن احنا ما قدرناش، ومع انه وقف، مع ان حتى ريال مدريد كسب القضيه، يعني ممكن البطوله نشوفها، بس هو في النهايه الاتحاد كان واضح وصريح، اي لعيب هيشارك في البطوله دي هيتشطب، اي فريق هيشارك في البطوله دي هيتشطب. فبقى قوي على انديه ريال مدريد وبرشلونه، لكن طبعا افريقيا بالنسبه لهم حقل تجارب، فجربها يا عم انفانتينو في افريقيا براحتك، فجربها في افريقيا بس، يعني البطوله دي مش موجوده في افريقيا. والسنه الجايه يقول لك مش عارف بعد، وبعدين تبص تلاقي مفيش ثوابت، يقول لك 24 فريق مش ده كويس ان ده ما حصلش، بعدين اختصرهم للتلت بقى 8، وبعدين يلا قرعه اي كلام. طب كده ممكن يدمر بقى دوريات الفرق. طب ما هو ده بيحصل، ما هو ده حصل. ما هو في النهايه اهو، يعني مثلا ايه، حتى خلينا نكمل الكلام لحضرتك، ان هو الاستحداث البطولات دي بقت مثلا الاهلي دخل الموسم عنده الدوري وعنده الكاس وعنده بطولة افريقيا اللي هو ده الطبيعي، وبعدين عنده سوبرات، سوبر افريقيا اللي كان متأجل، وبعدين سوبر محلي، وبعدين دوري افريقي مش عارف اللي هو مستحدث، وبعدين كاس العالم للانديه، كل دي بطولات. ده حركة، ده في كارثه السنه الجايه هتحصل، يعني مش من دول. احنا قبل سنه اهو بنقول السنه الجايه اللي هي فتره الراحه بتاع الصيف مش هتبقى موجوده، يا دوب الدوري بتاعنا هيخلص بالعافيه هيروح الاهلي يشارك في كاس العالم للانديه في امريكا، ويرجع يشارك في كاس الامم الافريقيه اللي هتبقى في شهر يوليو غالبا يعني في الصيف، عشان يحلوا الازمه دي. اي بشر يعمل كده يعني؟ ده ما فيش راحه خالص، خلاص هو الموضوع. حتى الراحه السلبيه اللي كان المفروض ياخدها اللاعب اللي هو 3 شهور خلاص تتلغي السنه الجايه. مش هيبقى موجود. في تنسيق بين الاتحاد الدولي والاتحادات الاقليميه ويتكلموا في النوع ده من الامور. البيزنس اهم. ما بس هو الموضوع ده هيدر ملايين الدولارات،
فخلاص العب. ولا مش هيلاقوا لعيبه بعد كده اصلا؟ مش مهم، هم بالنسبه لهم مش عمر اللاعب هيبقى 3 سنين يعني وفي الملعب وخلاص. ما هو فعلا وصلنا للقصه دي. ما هو انت يعني انت النهارده بتيجي من الماتش دي تلعب في دي تلعب في دي يعني ما فيش راحه خالص. يعني انت هو ليه مثلا الاهلي يعني مثلا الجماهير تعبت اصلا يعني كله تعب اللعيبه اكتر طبعا. يعني انت مثلا تخيل حضرتك احنا حتى في الصحافه اللعيبه ليه ممنوعه من التصريحات الاعلاميه؟ لان هو فعلا معذور. ما هو يا دوب يجي جاي من الجزائر اذا كان يلعب ماتش بعدين يطلع على غانا وبعدين يرجع على مصر وبعدين يطلع على افريقيا وبعدين عنده مش عارف وبعدين الاشهار الجاي ده لو ايه ده. ما هو بمناسبه افريقيا شايف مشوار النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا السنه دي ممكن يوصل بينا لفين؟ لا ما ملوش اي معايير خالص. انت الاهلي عودنا وعامه الكره عودتنا ان دور المجموعات حاجه والادوار الاقصائيه حاجه ثانيه خالص يعني احنا ايه دور المجموعات انت بيبقى عندك رفاهيه التعادلات مجرد فتح كلام يعني. بالظبط يعني انت حتى مثلا الاهلي مثلا تعادل مع بلوزاد رايح جاي، تعادل مع يانج افريكانز، كسب ميدياما. يعني الانتصار اللي حققه من النادي الاهلي في البطوله في دور المجموعات كان على فريق واحد ميدياما، هو صعد وصعد ليه النادي الاهلي؟ لان هو كان لو كان الفرقتين دول اتعادلوا يانج افريكانز والشباب بلوزاد كان لسه الاهلي ما تاهلش رسمي، لكن احدهما فاز فالاهلي تاهل رسمي وكمان الثاني تاهل رسمي لان هو حتى المواجهات المباشره مع يانج لما كسب يعني شباب بلوزاد 4-0 خلاص هو تقريبا طردوا مش تقريبا طردوا من البطوله خلاص. فبقت المواجهه اللي جايه دي بين الاهلي ويانج افريكانز للصداره فقط والتعادل طبعا في صالح النادي الاهلي. هي مباريات بتبقى بتخش بها الاجواء يعني ايه؟ اديك بتلعب فريق زي ميدياما مش مصنف اساسا، فريق يعني شويه كويس زي يانج افريكانز وفريق كويس زي شباب بلوزاد، انت بتخش فيها يعني بتفتح الباب بس بتاع افريقيا. لكن الادوار الاقصائيه موضوع تاني خالص، لان انت حتى لما هتتاهل ان شاء الله النادي الاهلي يتاهل اول انت ما انتش عارف حتى التواني في الفرق المجموعات الثانيه. انت لسه عندك المجموعه الاولى مثلا صن داونز ومازيمبي عندهم مباراه، مين فيهم هيبقى اول مين فيهم تاني؟ عندك المجموعه الثانيه خلاص اسك غالبا اسك اول. لو اعتبرنا ان احنا الظروف او الاقدار هتقودنا ان احنا نواجه الفرق الاقوى، ما هو ده اللي كان بيحصل السنين اللي فاتت. الضوء اللي انت شايفه من الفرق الاقوى دي والضوء اللي انت شايفه من النادي الاهلي برضه شايف المشوار ممكن يعني لا الاهلي ما هو لا اقوى والاهلي برضه بيبقى اقوى. ما هو الموضوع حتى يعني كان مثلا السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها لما كان الاهلي بيبقى تاني بيتاهل تاني فبيقول هيواجه احد ثلاثه، فتلاقي الثلاثه دول من الرجاء الوداد الترجي تقايل ويقول لك ايه الثلاثه تقايل، هم اصلا كلهم مش عايزين يقابلوا الاهلي. ما هي ما هو الموضوع اصعب يعني هم لسان حالهم يا عم انت طالع تاني ليه ما تطلع اول معانا يعني انت طالع تاني ليه ما تسيب الحاتيمبا والكلام ده ولا يطلع تاني خلونا نعيش. بالظبط عشان كده الاهلي بيجي مقابلهم ما خلاص ما بيفرقش يجي يلعب بره يلعب جوه بيكسب كل الكلام ده وبيصل للنهائي وزي ما حصل في اخر 3 سنين. ملوش علاقه خالص النادي الاهلي بيبتدي البطوله معاه فعليا من الادوار الاقصائيه لو خلاص حقق المراد حتى لو تاهل بصعوبه زي ما حصل في السنين اللي فاتت، لكن بيخش بقى في الادوار الاقصائيه خلاص احنا رايحين في اتجاه البطوله. وبعدين هي الظروف بتخدم النادي الاهلي ببص لها ازاي؟ ان البطوله في ناس دلوقتي بتتكلم ان دور الابطال بقى ضعيف، لا هو دور الابطال مش ضعيف ولا حاجه، بس هو في فرق كبيره بتخرج بقى يعني بتبتدي تخرج بره يعني مثلا البطوله دي خرج منها تقريبا الوداد هيخرج يعني تقريبا فرصته صعبه جدا. متوقع فعلا؟ لا ما هو اصل هو الوداد محتاج معجزتين، هو يكسب اسك في المغرب وفي نفس الوقت سيمبا يتعثر قدام جوانين جالاكسي اللي هو اخر المجموعه. وده مش وارد. ده مش وارد، هو سيمبا هيكسب ولا مفيش حاجه مضمونه برضه. ما فيش حاجه مضمونه بس عشان كده محتاج معجزتين. يعني هو لو سيمبا كسب 1-0 حتى خلاص الموضوع الماتش الثاني كان مفاجاه كبيره لما يانج افريكانز فاز على شباب بلوزداد 4-0. ماتش كان هو انهيار الكل هو ما كانش هزيمه هو كان انهيار. هم كانوا مغلوبين 1-0 في 3 4 دقايق الجون الثاني الجون الثالث هوب انهيار. وده واضح على فكره دي نتيجه طبيعيه، المتتبع للفريق يعرف ان دي نتيجه طبيعيه. ليه نتيجه طبيعيه؟ في مشاكل في الجهاز الفني يعني في اللاعب كوديورا حتى كان في لقطه جابته هو اتخانق مع المدير الفني ماركوس باكيتا. طبعا ده ما بيحصلش، المدرب رايح يضرب اللاعب وبقيه الجهاز الفني لما يكون ده موجود في الجهاز الفني او في بيت الفريق نفسه غرفه الملابس بتاعتهم طب انت مستني ايه بره؟ ما هو كان طبيعي مع انه هو فرط في فرصه ذهبيه. يعني هو لو كان شباب بلوزداد خسر بس 1-0 2-0 3-1 4-1 كان يكسب الماتش اللي جاي تاهل، لان الاهلي مفترض انه يكسب له او يفوز يعني على يانج افريكان. هو يانج افريكانز خدم نفسه بنفسه وطرد شباب بلوزداد من البطوله ان هو ما استناش حتى الجوله الاخيره، بقت الجوله الاخيره بس بينه وبين النادي الاهلي للصداره او الوصافه والصداره. على فكره يانج افريكانز اصلا فريق قوي، هو السنه اللي فاتت لعب نهائي كاس الكونفدراليه ضد اتحاد العاصمه الجزائري وهو خسر على ارضه في تنزانيا 2-1، لكنه راح فاز على
اتحاد العاصمه في الجزائر 1-0 رغم الجمهور وماتش نهائي وكاد ان يخرجوا من البطوله. يعني هو ما خسرش النتيجه النهائيه 2-2 لكن هو خسر بفارق ان انت اتغلبت على ارضك 2-1 وده اللي كان غريب يعني وراح عوض عشان كده الكره ملهاش كبير. انا عايزه ارجع تاني للدوري ووجهه نظرك هذا الموسم. ممكن نقول ان احنا في يعني فرق قدرت او تقدر ان هي تنافس بشكل مختلف هذا الموسم؟ ممكن نلاقي يعني بغض النظر عن الفرق اللي صعدت للدوري الممتاز ومنها طبعا زاد وغيره وبلديه المحله، بس انت بتتكلم برضو عن قوه الدوري هذا الموسم او هذا العام، هل يختلف عن العام الماضي ولا انت بتشوف بالعكس هو اقل في المستوى؟ لا هو الشيء اللي بقى مميز ان بقى في فرق قويه، يعني في فرق قويه مع التدعيمات الاخيره يعني بالظبط، فرق قويه وما بتخافش اهلي وزمالك، بقت قويه ند للاهلي وند للزمالك وبيتخطى الاسماعيلي والمصري اللي هي انديه جماهيريه كبيره، وحتى بيراميدز كمان يعني ما بقاش بيراميدز بس، يعني السنوات الاخيره كان بيراميدز مع الاهلي والزمالك، دلوقتي بقى بيراميدز وزد وفيوتشر وسيراميكا، كل الانديه دي بصراحه قويه، لكن في النهايه البطوله بصراحه محتاجه مواصفات ثانيه خالص، عشان كده تلاقي رغم كل اللي بيحصل ده كله البطل يا اهلي يا زمالك يا زمالك يا اهلي، الموضوع منتهي. يعني السنه اللي فاتت النادي الاهلي، قبلها الزمالك، قبلها الزمالك، قبلها الاهلي، يعني هي الموضوع في النهايه صاحب النفس الطويل واصحاب الخبرات، يعني النادي الاهلي خبراته بتمكنه ان هو في النهايه يفوز، الزمالك بيعمل كده. انا بسالك ليه يا استاذ محسن السؤال ده؟ لان البعض ودي كانت تعليقات قريتها، يعني قال لك الدوري المصري بقى شبه الدوري الفرنسي في ايه؟ ان انت اصبحت خلاص بتنافس الى حد ما نفسك او بتنافس نادي واحد بس فالمتعه مثلاً برضو لا ما هو ده موجود مثلا السنه دي في الدوري الالماني، الدوري الالماني مثلا مع تراجع البايرن برضو، بايرن ميونخ مسيطر على البطوله، لكن السنه اللي فاتت البايرن خد الدوري في اخر مباراه مش بسبب هو قوي، بسبب ضعف، يعني دورتموند ضيع اسهل بطوله دوري في تاريخه ماتش على ارضه تقريبا كان كولين او مش متذكر وتعادل، يعني ولو كان كسب واحد تذبذب في البايرن يعني لا السنه دي بقى ظهر له باير ليفركوزن اللي هو الفريق الصراحه معجزه بالزبط. يعني هو الفريق الاوروبي الوحيد اللي ما خسرش في اي بطوله لا محلي ولا قاري ولا في اي حاجه وماشي بثبات غريب، يعني ربنا يوفقه، لكن السنه دي مازال هو على القمه، مازال يعني مازال وكسب البايرن واكتسح كل الفرق، لكن بنتمنى له يكمل، يعني ده يعني بتبقى طفره. الكلام ده هل يتواجد عندنا في مصر؟ اعتقد صعب. احنا هنعرف يعني هنروح فاصل ونرجع للنقطه دي تحديدا، ازاي نعيد مره ثانيه المتعه الحقيقيه للدوري المصري اللي بالمناسبه كانت موجوده، لا كانت موجوده سنوات ماضيه كتيره جدا، لكن دلوقتي ربما من اكتر من 20 سنه مش موجود. بالظبط 20 سنه ايوه اخر مره حصلت 2002 الاسماعيلي لما خد الدوري من الاهلي والزمالك. مش للدرجه دي، يعني هرجع اقول لك وجهه نظري في الموضوع ده خلينا بس نروح فاصل سريع واخر فاصل ونرجع نكمل. كنا بنتكلم قبل الفاصل ازاي اعيد مره ثانيه الروح اللي كانت موجوده والمتعه اللي كانت موجوده في الدوري المصري، واللي كان ربما مش هنقول بقدر كبير بس كان زمان شويه فيه، لا فيه متعه، تلاقي فيه اختلاف في الانديه، تلاقي فيه تطوير في الانديه، تلاقي فيه تنافسيه شديده، تلاقي برضو فيه لعيبه حريصه جدا ان هي تتشاف بعين الكشافين عشان تنضم للنادي الاهلي او النادي الزمالك، يعني في كان روح مختلفه. كابتن محسن يعني الوضع شويه دلوقتي أصبح في نوع من الملل، وده بالرغم من الصفقات اللي كانت يمكن مش الموسم الماضي اللي قبليه، لما كنا نتكلم ونسمع 18 صفقة جديدة ومدربين فنيين بخبرات مختلفة، ليه ده برضو مش قادر يوصلنا للمتعة الحقيقية والمختلفة للدوري المصري؟ يعني شايف انه طموحات اللعيبه نفسها بتبقى السبب الرئيسي في القصة دي، يعني زمان كان الطموح مثلا يروح أهلي وزمالك بس كان بيبقى عنده فرصه ياخد دوري زي الاسماعيلي مثلا زي قبل كده المحله المقاولين في الثمانينات، ده كان بيبقى موجود عند اللعيبه. انا اثبت نفسي في اهلي وزمالك قال لك انا برضو موجود، عشان كده كان بيعمل كده وكانوا بيفوزوا حتى في افريقيا، يعني ما كانوش حتى بيفوزوا بالدوري كانوا بيفوزوا ببطولات افريقيا، يمكن حتى الاسماعيلي وصل النهائي مرتين 2000 و2002 خسرهم بس في النهايه لعب وصل يعني المقاولين كان كسب في الثمانينات، لكن في العصر الحديث اللي احنا فيه ما بقاش دلوقتي الطموح بس اهلي وزمالك، لان الفلوس كترت بقت موجوده في انديه تانية بيراميدز وزد حتى رغم الاحتراف زادت عند كل الناس بالظبط، فبقى اهم حاجه عنده الاحتراف قوي، يعني مش مهم قوي، يعني مش مهم النادي، المهم ان هو ايه يعني خلاص هو احترف وخد فلوس كويسه مثلا في نادي كويس ممكن بعد كده يروح اهلي او زمالك خلاص ما فيش مشاكل، فاللي هو عشان ايه ياخد بطوله بقى مع الاهلي ياخد بطوله مع الزمالك والمنتخب والقصه والجماهيريه، لكن ما بقاش في طموح للفريق نفسه، يعني تبص تلاقي الفريق نفسه يعني النموذج الابرز مثلا بيراميدز بقى له كام سنه وبينافس ووصل النهائيات، وصل اربع نهائيات او خمس نهائيات اربعه وعلى ذلك خسر ده كله، لأنه هو ما عندوش خطه واضحه اصلا للفوز بالالقاب، هو
حشد لعيبه كبيره كتيره على اعلى مستوى، حشد مدربين فنيين على اعلى مستوى وخلاص. طب ما هو الاستمراريه مش موجوده، تغييرات كتيره جدا في الانديه، يمكن حتى شاب اذكر مثلا فريق الوداد المغربي هو فريق بطل اخر سنتين نهائي دوري ابطال افريقيا، كسب واحده وخسر واحده، ومع ذلك اللي هده مثلا او اللي خلاه وصل للمستوى السيء في الفتره الاخيره حتى مش في افريقيا بس في الدوري المغربي، تغييرات فنيه كتير على في الاداره الفنيه، يعني اربع او خمس مديرين فنيين. طب ليه؟ ما هو ده اصلا الفريق الكبير ما بيعملش كده. ده اللي حصل مثلا في بيراميدز، عشان كده تلاقي ان ده مش موجود، الثبات مش موجود، انت مفروض بتدي فرصه كبيره فيكمل. يعني في نموذج بس قبل ما حضرتك تقول، مثلا في الدوري الاسباني جيرونا ايه السنه دي ظهر وقدر ينافس، لكن طبعا اصطدم بخبرات عملاق كبير اسمه ريال مدريد، خلص على الظاهره دي، ما عنديش انا الكلام ده كله، لكن هو قدر بجهاز فني بثبات بعض اللعيبه قدر يمشي فتره كبيره، وكسب اتلتيكو مدريد فريق عتيد وعنيد، قدر يكسب برشلونه، هو اللي يمكن ده اللي عمل له الرواج، لكن هو طبعا خسر قدام ريال مدريد وتراجع قدام هو ريال مدريد. اكيد فكره ان يبقى في عدم استقرار على صعيد الاداره الفنيه بيبقى لها انعكاسات غير طيبه طبعا بالمره على اللعيبه، ده شيء مفروغ منه. صحيح. بس مش برضه في حد ادنى من الجوده اللي المفروض ان هي متوفره بالفعل في اللاعبين بغض النظر عن المدير الفني اللي استجد موجود. لكن كده كده اللعيبه تحس ان مستواهم نفسه بيتاثر. طب ايه اللي حصل معاهم هم شخصيا؟ انا بكلمك بقى على صعيد حتى المهارات الفرديه تحسها بتتاثر في بعض الاحيان. هو اللاعب بيحس نفسه، عشان كده بقول لك المشكله في اللاعب نفسه، هو بيحس نفسه انا مش انا خلاص خدت فلوس كتيره، النادي ده مش قد طموحاتي اصلا، يعني مش كده، الحاجات دي يا جماعه متوفره في الاهلي والزمالك، القاعده الجماهيريه الكبيره، الاعلانات، الشهره، كل حاجه هنا، فبالتالي بياخد الفلوس وبعدين بيفكر بقى ايه في الاهلي والزمالك اكتر. يعني في السنه دي ما فيها انديه، في لعيبه اتنقلت من انديه راحت الاهلي والزمالك وهي اصلا كانت بتشارك مع فرقها في افريقيا اللي هي اصلا خلاص فرقها اتحرمت منها، وحتى الاهلي والزمالك مش هيلعبوا معاهم افريقيا لانهم مسجلين قبل كده، فده بيخليهم خلاص هو بتتقتل الـ 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 الهدف مقتول عند اللعيبه، يعني معدوم شغف الكوره اصلا ما بقاش موجود، هو خلاص ظهر وراح اهلي راح زمالك، خلاص القصه بقت بالنسبه لوقت ايه الاهلي والزمالك برضو على الجماهيريه الاكبر. المتعه اللي كانت نهاوند بتتكلم مع حضرتك عنها قبل ما نطلع على الفصل الاخير ده، جزء لا يتجزا من تحقيق المتعه في اي مباراه الجمهور طبعا بطبيعه الحال. طبعا برضه رؤيتك ايه لزياده العدد كويس يا رب يكمل، يعني الجمهور، انا لما كان الدوري المصري بكامل العدد كان الدوري رقم واحد في افريقيا، يعني يمكن مثلا هنروح قريب منا مثلا الدوري التونسي، الكره التونسيه هبطت تماما في الفتره الاخيره، منتخبات وانديه الدنيا بصراحه ضايعه تماما. احد اسبابها قله الجماهير، يعني الجماهير مش بالسعه اللي هي بسبب طبعا كان حصلت شويه شغب وشويه مشاكل، خلت البطوله التونسيه اللي بنقول عليها البطوله اللي هو الدوري بصراحه منخفض تماما. لما كان الدوري التونسي مثلا تقريبا في منتصف التسعينات لما كان بينافس وقت من الاوقات كان في صخب جماهيري رائع، وكان بينافس حوالي اربع او خمس فرق للنهائي، شفناه الاربع او خمس فرق دول بينافسوا على بطوله عربيه، دوري ابطال وقتها، كونفدراليه، يعني كانوا بينافسوا، كانوا بيوصلوا حتى لمراحل لان ده كان موجود. ده ما عندنا في مصر ما زال موجود في الاهلي ثم الزمالك بصراحه، ما مش للاسف مش موجود عند اللعبة. طب انت كل الانديه او كتير من الانديه دلوقتي انديه شركات الدور المصري كل الامكانيات متوفره، فلوس مش بس هي بتتطور على فكره جدا بتتطور، بس في النهايه خلاص هو بيكتفي من هو ايه دخل مربع ذهبي، خد كاس الرابطه اللي هي بطوله غريبه جدا، يعني هي ايه كل قيمه كاس الرابطه ان هي بتاهل بس لدور بطوله السوبر المصري اللي بدل بقت ماتش بقت مجموعه ماتشات، يعني امور تسويقيه برضه ما نقدرش نلوم الناس بالمناسبه لان دي امور تسويقيه، زودت عدد الدوري بشكل غريب جدا، ده اثر على الكره المصريه، ما احنا النهارده عمالين نمط ليه في البطولات، في البطوله ما بتنتهيش، والكاس اللي هيتلعب ده بتاع السنه اللي فاتت والكاس اللي مش عارف ايه صحيح، وكان في كاسين مفتوحين لا ده ده مش بس كاسين، ده في كاس في لعيبه شاركت في ثلاث انديه، يعني رايح جاي، يعني لعيب لعب ضد الزمالك وبعدين كسب اتغلب من الزمالك وبعدين راح الزمالك اتاهل نائب زمالك هيلعب مع لا امور غريبه، ده سببه ايه؟ ان الدور المصري كان المفروض يبقى 14 فرقه، 16 على اقصى تقدير، لكن انت النهارده 18 خلاص، طب هتجيب منين وقت ده كله مع زخم البطولات الكتير ده كله، انت عمال تزود، يعني حتى ماتش السوبر كان ماتش بقى ثلاثه، بقى اربعه عفوا، واربعه وفين؟ وفي الامارات، يعني انت خد اجازه بقى وروح نعمل، طبعا امور تسويقيه لا يلام عليهم. انت عندك انديه بتصعد برضو من الممتاز به، فده جيد، يعني ده مش هو ده طبيعي، ما هو مش يعني طبيعي، يعني اللي اقصده ان ده بيدل على تطوير الكوره عندك، وربما على فكره انديه الشركات دي بالمناسبه اللي بتقول دلوقتي ان هي هتكتفي بقدر ما، انا اتوقع ان هي لو استمرت، لان الناس دي بتصرف وعامله استراتيجي، ممكن في يوم من الايام
تلاقي مثلا زاد بينافس الاهلي مثلا؟ مش هيحصل. انا مش هيحصل. مش هيحصل. هو ما بيكتفوا باستثمار معين يعني. كان هدي مثال لحد وقت قريب كده من كام سنه، كان مصر المقاصه مثلا بينافس وكان كسب الاهلي وكسب الزمالك وكان متصدر الدوري ايام ما كان في حتى حسين الشحات، وفجاه كده بدا يبيع لعيبه. فلما كنت بسال حتى مدير الكره وقتها كابتن وليد هودي، قال لي احنا عندنا سقف اللاعب مثلا ايه، اذا جاب 5 نبيعه، وكان ساعتها بقى الرقم ده كبير يعني. فجالي 8 خلاص. ما هو في النهايه مش هدف البطوله، ما هو حسب بقى الاستراتيجي ده اللي انا بقوله المحطوطه. انت عايز تنافس على التوب في الدوري او الرانكينجز الاولى في الدوري، ولا يحتفظ بلاعبته؟ طب يحتفظ بلاعبته ازاي؟ ولا انت عامل بيزنس عشان تقعد تبيع وتجيب؟ لا هو عامل بيزنس، ان هو في النهايه يقول لك يا عم انا مش هكسب بطوله. زي ايه؟ هدي لك مثل بسيط جدا. لما مصر راحت كاس العالم في روسيا، لما اتقال سوق عكاظ، ليه اتقال سوق عكاظ؟ لما في احد المسؤولين قال لك ايه يا عم، احنا جايين ناخد الكاس، احنا جايين نفرح 3 4 ماتش. لا ده بقى ده مسؤول غريب. ايوه ما هو كده، ما هو احنا مصر هتاخد كاس العالم. احنا جايين اه لا هنزعل الناس ليه؟ ما احنا مش هناخد كاس العالم، احنا جايين بنشارك في ماتش. طب ما اشوف بقى لما هتبقى هو نفس الفكر ده موجود، لغه الخطاب بتاعه يعني بجد. اما اللعيبه هتعمل ايه؟ ما حاجه صعبه. ايوه طب ما هو بالظبط، ما هو ده بقى موجود بقى بس بشكل اخر في الانديه. احنا يا جماعه انت هتاخد الدوري بدوره ويرجعنا مره ثانيه للافه اللي واضح ان هي افه استجدت على عالم كره القدم في الفتره الاخيره، فكره الاستثمار وفكره ضخ الاموال بدل ما ينتج عنها. بقى بزنس، ما هو اللاعب او كره القدم بقت سلعه. انت النهارده شوف المباراه تكلفتها قد ايه، اعلانات ودعايه وبس ومش رعاها كل ده. ما هو ليه النادي الاهلي نادي بطولات؟ لان هو معاه اشتراطات مع الرعاه، انت كل ما تكسب بطولات انت تاخد كذا، خدت مش عارف ايه، شاركت في كذا تاخد كذا، كل ده فلوس. عشان كده النادي الاهلي اهم حاجه عنده البطولات. المتعه والكلام ده ياتي في مرحله اخرى، عشان كده بيجيب لعيبه غاليه، بيجيب لعيبه كبيره. لا بس انا ما اعتقدش النادي الاهلي لا يبحث عن المتعه في الكوره. يبحث عن المتعه، ولكن اهم لا معلش يبحث مش عن المتعه ثقافة النادي، ولكن اهم حاجه عنده البطولات. بس مش ثقافه النادي الاهلي، أهم حاجة عنده البطولات. ان هو عنده متعه كرويه، هو نادي بطولات. وقوه بيجي له السبونسر بالمناسبه طبيعي، لكن النادي الاهلي نادي بطولات. طيب نادي بطولات يبحث في المقام الاول عن البطولات. طب ما هي البطولات دي يعني ايه؟ مع يعني كوره جيده يعني متعه حقيقيه. ما ماشي بس يعني فاندنج برضه بيحصل للنادي يعني. أكيد برضو في اكيد بالزبط. اكيد ما هو عنده لعيبه كويسه، اكيد بيلعبوا كويس، بس اقصد اقول ايه، ان الاساس عنده البطوله. يعني انت داخل بطوله، النادي الاهلي لا يشترك في بطوله حتى لو وديه الا عشان يفوز بيها. هو بعيدا عن النادي الاهلي يا استاذ محسن، يعني برضو من ضمن الحاجات اللي استجدت في كره القدم المصريه في الفتره الاخيره انديه الشركات. تمام. هنقول ان هو حق مشروع لصاحب النادي سواء كان فرد او كيان، ان هو يستثمر استثمار رياضي من خلال تصديه ان هو يعمل نادي ويأسس نادي ويشارك من خلاله في البطولات المختلفه الى اخره. لكن ممكن توصل في بعض الاحيان ان ممكن يبقى في شبهه ان في نادي استحدث واتوجد من العدم نكايه في الاهلي والزمالك فقط. طب ما ده حصل قبل كده. طب ما ده ما موجود، ما بيرمز. انا فاهم، انا بكلمك ايه اللي وصلنا بقى لحاجه زي كده يعني. ما ده حصل، ما انا فاهم، ما انا من غير ما اقول بس اسم النادي، ما انا الناس كلها عارفه من غير ما نقول. بس انا بكلمك عموما يعني، ايه اللي وصل الامور للدرجه دي؟ ليه شكل كره القدم اختلف عن زمان كتير؟ البيربس اللي سبب الهدف يعني عقليات يعني عقلي يعني مثلا تجربه بيراميدز هي جت بهذا الشكل. خلاف ما حصل مع مجلس اداره النادي الاهلي مش هنتكلم عنه، الناس كلها عارفاه. هوب بيراميدز عشان يكسب ماشي، كسب يا سيدي وكسب الاهلي رايح جاي في اول سنه، لكن في النهايه ما كانتش حاجه. برضو النادي الاهلي خد البطوله لان هو فريق بطولات زي ما اتفقنا. هي القصه كده، هو في النهايه مجموعه ناس استفادت من وجود النادي مبالغ عاليه جدا، سواء اداره سواء يعني انت الى يومنا هذا المنتخب المصري المنتخب الاول كالعاده قوامه الرئيسي ما بين الاهلي والزمالك. طبعا طبعا كسبنا بقى صلاه النبي من بقيه الفرق دي كلها ازاي؟ ما هو بيبقى داخل في الاساس ايه، خلاص انت جاي من الدرجه الثانيه فشاركت في نادي في الدوري الاضواء اللي هو بقى شهره وجرت تكتب عنك وكل حاجه، خلاص هو ده بيبقى هدفك الاساسي. او هدفك الاساسي بصراحه ان انت تستمر في دور الاضواء. اي نادي بيطلع من المظاليم، بس انديه الشركات تحديدا مش الانديه الجماهيريه، بيبقى هدفه يستمر لان ده بيزنس. انت بتاخد حقوق بس، بتبقى كلهم نجوم. النهارده الفضائيات والاعلام ما بقاش يغطي اهلي وزمالك بس. زمان جدا كانت في التسعينات حتى كنت تلاقي الماتشات اللي بتتذاع اهلي وزمالك، ماتشات الاهلي وماتشات الزمالك، مفيش ماتشات ثانيه يعني. بالكاد كده تلاقي مثلا ايه الاسماعيلي والمصري يتقابلوا فالدوري التلفزيوني يذيعه، المحله مثلا والبلديه كده يعني حاجات كده. دلوقتي كل الماتشات بتتذاع واستوديوهات تحليليه، وكان لحد وقت قريب كان 7 محطات بتعمل ده. فلا الدنيا كانت الدنيا انت عارف يا مسيو محسن ايه اللي ينقصنا؟ انا من وجهه نظري ايضا لو تتفق معايا، بس هنقولها سريعا عشان فاضل دقيقتين. انا اعتقد ان الانديه الشعبيه اللي كانت ناجحه جدا في فتره ما كان فيها منتاليتي تناسب
يعني اللي كانوا ماسكين الانديه دي كانت تناسب فكرهم وقتها الفتره دي صحيح. او الحقبه الزمنيه دي. دلوقتي هم لسه ماسكين مع احترامي للجميع هم لسه ماسكين قدرات. لكن هم لا يواكبوا التطور اللي حصل طبعا. فحان الوقت لو انت بتتكلم بجد عن تطوير للانديه المختلفه الشعبيه وتلاقيهم فعلا بينافسوا في الدوري الممتاز. غير المنتاليتي يا جماعه هاتوا الشباب بقى. ما ده الفرق يعني الشيء يذكر او المقارنه صعبه شويه لكن موجوده مثلا في الدوري الانجليزي. ليه الدوري الانجليزي بيسموه كامل العدد كل الماتشات؟ لان ده مدينه مش عارف شيفيلد، ده مدينه مش عارف نيوكاسل، كلها انديه بتاعه البلد ففي ارتباط. ليفربول، مانشستر، يمكن مانشستر سيتي لكن نادي مال، لكن في النهايه بيتبع مدينه مانشستر. بالظبط. هنا بقى العصر هنا يعني كان في لحد التسعينات كانت المنصوره، المحله، السويس، الاسماعيلي، صحيح، دول الاقوى. لكن دلوقتي خلاص كل الانديه دي تراجعت للاسف، واللي موجودين اذا كان المصري ولا الاسماعيلي ولا المحله ولا الاتحاد بيحصل لا أصلاً. يعني عايزين يبقوا في الدوري. وفي النهايه بقى موجود زد بقى وسيراميكا مع احترامي طبعا للناس دي وبيراميدز اللي هي انديه مش في الاخر مش جماهيريه، حتى ما ينفعش يشتري جمهور خلاص. كانوا في وقت من الاوقات اختاروا مثلا ده يلعب في السويس عشان ياخد جمهور السويس، وده يلعب في الفيوم عشان ياخد جمهور، وفي النهايه ما خدش حاجه لانه في النهايه مش نادي جماهيري. ايوه نورت الدنيا كلها. استاذ محسن بنشكرك على وجودك معانا النهارده. شكرا جدا. قراءه متميزه كالعاده. ربنا يكرمك. نشكرك جدا ونشكر حضراتكم اكيد انا وكريم كمان على متابعتنا ونشوفكم بكره ونهايه الاسبوع 10 الصبح في الاهلي.